لوغوس تي في. أن نحضر كل إنسان كاملا في المسيح يسوع. أهلا بكم أحبائنا المشاهدين ومحبي الرب ومحبي البابا المعظم القديس مثلث الرحمات البطريرك البابا شنودة الثالث، اللي في الأيام دي بنحتفل أو بنتذكر أو بنحزن بانتقاله للسماء من حوالي 40 يوم. النهاردة الحقيقة الحلقة اللي بنقدمها لكم هتبقى حلقة مشوقة وخاصة جدا جدا عن بطريركنا المحبوب البابا شنودة الثالث. هتبقى فيها تعاملات شخصية لحد تربى في ايد البابا شنودة. يشرفني ويشرف كل محبي المسيح ان قدس ابونا انطونيوس باقي يكون معانا النهارده. اهلا يا قدس ابونا. اهلا بيكي. الحقيقه قدس ابونا ما قدرش يبقى عنده الكنوز الكبيره اللي دخله من علاقته الوطيده وملامساته اللي كان فيها كل الشخصية المحبة البازلة بتاعة أبونا البابا شنودة تبقى جواه ويحتفظ بيها لنفسه بعد نياحة سيدنا البطريرك. فطلب أن يجي ويعطينا من بعض الحلو الشهد اللي جواه وما بخلش علينا بيها. فياريت يا أحبائنا تطلبوا كل اللي تعرفوهم حتى اللي ما سمعوش عن البابا شنودة، وقول لهم إذا كنتوا عايزين تعرفوا مين هو البابا شنودة ومين الإنسان اللي لما بيسلم حياته لربنا وبيتعامل وبيدي كل مواهبه اللي ربنا ادهاله لمجد اسم الله يبقى شكله إيه. فاطلبوا أحبائكم، اطلبوا أعزائكم في كل أنحاء الولايات المتحدة والشرق الأوسط وقولوا لهم شوفوا الحلقة دي. بنرحب بيك تاني يا قدس أبونا وبنشكرك على سفرك وتطوعك بكل المجهود والوقت اللي عملته عشان تدينا لمحة من حياة قداسة البابا المعظم. أحب أعرفكم أن قدس أبونا أنطونيوس باقي يعني رسموا أو أعطاه سر الكهنوت البابا شنودة بنفسه، وقبل ما يعطهوله أعطاه للسيد والده كمان كان المتنيح القمص أنطونيوس باقي اللي كان أول كاهن يرسله البابا شنودة لخدمة المهجر بعد رسمته كبطريرك. فأنا مش عايزة أقول كتير يا قدس أبونا لأن أنا عارفة انفعالاتك هتخلي النقط حلوة خالص. تقولي إزاي اتعرفت على قداسة البابا وفي سن إيه واحتكاكاته بيك كطفل؟ بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. بس قبل ما ابتدي السؤال بتاع حياتك الإجابة عليه أحب بس أقول حاجة، أنه سيدنا البابا ما رسمنيش أنا كاهن لكن رقاني لرتبة القموسية بعد كده، ودي عشان لازم كان في أسقف، كان أسقف الزقازيق، أنا كنت بخدم في برشية الزقازيق
ومع نيافة الأنبا يكوبس المتنيح، وهو نيافة الأنبا يكوبس اللي رسمني كاهن على كنيسة العذراء ماري يوحنا بالزقازيق. لكن بعد نياحة سيدنا قداسة البابا يعني اداني نعمة وبركة الأموسية بإيده هو، ودي بعد هنتكلم نياحة عليها سيدنا الأسقف بتاع بالظبط أنبا يكوبس، المنصور. ودي هنتكلم عليها في وسط الحديث. لكن معرفتي بسيدنا البابا ترجع وأنا يمكن كان عندي 4 سنين تقريبا، يعني من سنة حوالي 65 66. كان سيدنا البابا هو نيافة الأنبا شنودة أسقف التعليم، وكانت تربطه علاقة صداقة قوية جدا بوالدي قدس أبونا أنطونيوس باقي المتنيح. قبل ما قداسة بابا يدخل الدير، وقبل ما والدي يعني يسلك سلك الكهنوت، وهم كانت ليهم علمانيين وهم يعني علمانيين. من زمان أو وأنا كنت أول مرة أشوف سيدنا البابا وهو أسقف التعليم عندنا في البيت في الزقازيق. كان نيافة الأنبا متاقوس المطران داعي نيافة الأنبا شنودة أسقف التعليم عشان يلقي محاضرة في المطرانية، كنيسة المطرانية. فبحكم الصداقة القديمة بين والدي وبين قداسة البابا، جه قداسة البابا وهو أسقف التعليم باركنا في البيت وقعد معانا شوية. طيب، أحب أعرف المشاهدين جغرافيا، لأن في ناس مش من مصر خالص. تعرفين الدلتا بتتقابل عند يعني القاهرة، وبعدين يتفرع النيل من الجنوب يبقى عمل الدلتا. لو ناخد الناحية الشمال من أو الفرع دمياط من الدلتا، تبقى الزقازيق في نص المسافة تقريبا قبل البحر المتوسط، يعني بين القاهرة وبين دمياط. الزقازيق على بعد ساعة من القاهرة في طريق بنها اسكندرية دي في الناحية الناحية التانية. التانية، أو في طريق مصر القاهرة إسماعيلية، في مدخل من هنا وفي مدخل من هنا، هي تعتبر في النص. في نص الدلتا. لما نوصل لبنها بيدخل في دخلة كده يمين، دخلنا على منطقة الزقازيق أو على منطقة الشرقية ككل، يعني محافظة الشرقية ككل، والزقازيق دي عاصمة محافظة دي الشرقية. تعتبر منطقة زراعية خصبة خالص، لأن بين منطقة الفرعين. الشرقية منطقة زراعية، ومنطقة الشرقية طبعا مشهورة بأن زارتها العائلة المقدسة تل بسطة فيها وصان الحجر فيها، ودي المناطق اللي زارها السيد المسيح وما زال ليه آثار هناك في المنطقة دي. حلو خالص. نرجع لموضوع قداسة البابا. علاقته بأبونا أنطونيوس باقي المتنيح كانوا مع بعض، ودي سمعتها من الكثيرين وسمعتها من سيدنا البابا نفسه، يقول لي دايما ما كناش نفترق أنا ووالدك إلا وقت النوم بالليل، وهم كانوا خدام في كنيسة الأنبا أنطونيوس شبرا مع بعض. وفي مقولة سمعتها من نيافة الأنبا توفيلوس المتنيح اللي هو أسقف ورئيس دير السريان اللي رهبن قداسة البابا، لما بقيت أروح الدير وأنا صغير عرف إن أنا ابن أبونا أنطونيوس باقي، فقال لي أبوك والبابا شنودة ونيافة الأنبا أرسانيوس أسقف مطران المنيا حاليا، وأبونا يوحنا المقاري، كانوا كلهم أصدقاء مع بعض. ووالدي كان اسمه محب، وقداسة البابا كان اسمه نظير، ونيافة الأنبا أرسانيوس كان اسمه أمين نصر، وأبونا يوحنا المقاري كان اسمه رؤوف جرجس. فكان لما يروحوا مع بعض دير السريان، نيافة الأنبا توفيلس يجمع أساميهم كلهم في مقولة كده يقولها لهم، يقول لهم الله رؤوف محب أمين يا سلام، ولا نظير له، حلوة عشان أوي. يجيب اسم قداسة البابا نظير جيد، والتلاتة اللي هما كانوا ملتصقين مع قداسة البابا. حلوة لما أوي. جه زارنا قداسة البابا في الزقازيق كنت أنا سني صغير، وكان ليا أختي شقيقتي معلش، مش الكبيرة. عارف، هو سيدنا زاركو في الزقازيق، بس والد قدسك ما كان كانش، في شبرا واترسم على لا الزقازيق. والدي كان في شبرا لغاية ما يعني اتجوز، وبعدين انتقلوا إلى الزقازيق يعني بحكم العمل. الأول كان مدرس أول رياضيات، وبعد كده اترسم سنة 69 برضو على الزقازيق، على كنيسة ماري جرجس في الزقازيق.
لكن في الفترة دي كان قداسة بابا اترسم أسقف تعليم، وجه زارنا سنة 65 أو 66 وهو أسقف تعليم، وزارنا في البيت قبل ما يروح الوعظة. وبعدين وإحنا قاعدين الحقيقة قعدنا شوية مع أسقف بقى في بيتنا، واخدين تنبيهات من والدتي ووالدي: يا ولاد بلاش شقاوة، خليكوا حلوين، أول مرة يجي لنا أسقف في البيت، وبعدين احنا عايزين نشوف مين الأسقف دوت. مفهومنا عن المطارنة والأسقفة زمان ان هم كانوا رسميين قوي، فقعد معانا شوية وكان بسيط خالص في كلامه، وبعدين قفلوا الباب طلعونا بره، وكلهم كلنا طلعنا بره، وساب والدي. والدي قعد معايا يعني قعدة خاصة كده، والدي ما كانش لسه بقى كان، لكن احنا انا واختي شقيقتي الكبيره وهي حاليا هنا في امريكا رايحين جايين قدام الباب، والباب عظيم. بتاع الصالون بيبقى كله ازاز كده، فهو سمعوا بقى من جوه يقول ايه: دخلهم هم اولاد عايزين يلعبوا، المهم بعد شويه دخلونا عشان نسكت. فلما دخلنا لقينا سيدنا البابا في منتهى البساطه قال: تعالوا انتوا عايزين تلعبوا انا هلاعبكم، ده بس حقيقي. بشرط تقولوا لي ابانا الذي. حافظين ايه؟ فقعدت تهته اقول ابانا الذي، واختي طبعا كانت اكبر مني عارفاها كويس، ونقول ايات، وسالنا في الايات، وبعدين قلنا مش هتلعبنا. فراح مطلع منديل من جيبه وقعد يعمل منديل عقد في عقد ويطلع حاجات، وفجاه لقينا قدامنا ارنب، شكل ارنب بالانديل بالمنديل بتاعه، وقعد يلعبه، واحنا كنا في قمه السعاده. الموقف واسقف بقى الغريب، اللي واسقف خلفوك اللي بيعمل مين؟ معانا كده اسقف. والموقف الغريب بقى ان احنا نزلنا بعد كده الوعظه، دخلنا لقينا الكنيسه المطرانيه دي على اخرها، فبقينا يعني بعد ما كبرنا قلنا: يا بقى اللي كنا قاعدين معاه عمال يلعبنا بالمنديل هو الوعظه، الوعظه الجميله، والناس دي كلها جايه تحضر له الوعظه ديت. فما نساش ابدا ان ناخد من الجزئيه ديت قد ايه سيدنا البابا كان يهتم بالاولاد الصغيرين، وقد ايه يحس بيهم، مش عايز يسيبهم بره من غير ما يبقى لهم دور معاه. واحد تاني ممكن يكون مشغول بالتحضير للوعظة، ممكن يكون مشغول بالكلام مع الناس الكبار، لكن هو الحقيقة كان يعني عنده اللمسة الجميلة ديت اللي خلتنا نفتكر الموقف دوت، ومر عليه اهو حق اكتر من حوالي يعني عمر 40 سنة مثلا ولا حاجة، او 44 سنة يعني. فما ننساش ان دي البداية ان انا اتعرفنا على سيدنا البابا. يعني قدسك قلت نقطتين حلوين قوي بيرنوا، ان الصحبة الحلوة الأربعة أو الخمسة اللي كانوا ملازمين بعض، منهم ناس في ملكوت السماوات وما قصدي في الفردوس دلوقتي وما فيهم البابا، ومنهم ناس رؤساء دير، ومنهم أسقف. يعني نيافة الصحبية الأنبا الحلوة دول أرسانيوس، كانوا كلهم لسه بالبدل. نيافة الأنبا أرسانيوس ربنا يديله الصحة، هو مطران المنيا المنيا وأبو قرقاس، وقدس أبونا يوحنا في الدير أبو مقار ربنا يديله الصحة، وتلاقت بقى أرواح قداسة البابا مع أبونا أنطونيوس الصديق عمر فوق وأنطونيوس باقي. لكن تلاحظي إن الأربعة ثلاثة ترهبنوا، واحد بقى كاهن، يعني صحبة روحية، يعني مش مجرد صحبة كده، لا يعني صحبة روحية، يروح مع بعض الأديرة، يروح مع بعض يعملوا خدمات معينة، ودي اللي بنتمناها دايما في أولادنا وفي شبابنا، قد إيه يقدروا يبقوا مع بعض ويكونوا نموذج زي كده ويقدروا يخدموا بالروح ديت. حلو خالص. يعني وقدسك بتخدم هنا في الولايات المتحدة، وعارف ان اولادنا كلنا بيكبروا ويتصاحبوا على ناس، واول ما تجيلهم على عربيات ما بنعرفش مين اصحابهم وكده. فايه الرسالة اللي توجهها للوالدين؟ وانت قدسك قلتها بس حطها في نقطة. هو طبعا يعني الاجيال مختلفه، يعني اجيال اللي عاش فيها قداسه البابا ووالدي غير الجيل اللي احنا عشنا فيه، غير الاجيال الحاليه، اختلاف من حيث الاولاد واختلاف من حيث الاباء حتى. لكن يعني بصفه عامه الحكايه محتاجه ملاحظه شويه، محتاجه توعيه شويه، محتاجه ان احنا نطلع النماذج اللي زي قداسه البابا ديت ودوت، وكل الاباء الحلوين اللي كانوا مع بعض في صحبه روحيه، اصحاب واصدقاء، لكن ازاي يوجهوا الصحبة دي الى طريق روحي افضل. صحيح. حلو وبعد خالص. كده ابتدت بقى يعني تتوالى العلاقة مع سيدنا البابا،
في سنة 69 اترسم محبتك لي مونانتونيوس. يا قدس ابونا. معلش مش عايزه انسى يعني حكايه انه عمل لكم لعبه وكان بيشوفكم بس من الازاز. ساعات الواحد يلاقي العيال شقي وعمالين يعني يمكن والدك كان مكسوف ان انتوا رايحين جايين أكيد وشايفكم من طبعا. الازاز، لكن هو كمثل المسيح من غير ما يقول له دعوا الاولاد ياتون الي طبقها عملي، بالظبط، وان هو اللي ندلكم وهو اللي لعبنا وهو اللي فرحنا، ومازلنا فرحانين كلنا مش زعلانين، وحسينا بالبساطة في هذا الأب الأسقف الحلو اللي كنا أول مرة يمكن نتقابل معاه عن قرب. يعني والدي كان طبعا ليه علاقة بيه قوية، ووالدتي أكيد كانت بتروح له في الفترة ديت، لكن إحنا كنا كصغيرين نشوف أب أسقف عندنا ويبقى بالبساطة ديت أكيد أثر فينا ودام تأثيره يعني. طب ورحت الكنيسة طبعا تقول لكل الناس ده سيدنا ما ده كان كناش نقدر عندنا. نقول كل الناس يعني، لكن معروف كان صداقة أبونا تفتخروا بيها أنطونيوس يعني. أو والدي يعني الله ينحي نفسه، كان معروف صداقته بقداسة بابا أو بنيافة الأنبا شنودة في ذلك الوقت. ومن هنا ابتدينا بعد كده يعني سلسلة من التعاملات. بعد كده أبونا أنطونيوس اترسم كاهن، أبونا أنطونيوس باقي الكبير ولد أوتسب. والدي اترسم كاهن سنة 69، وفي سنة 71 سيما قداسة البابا في نوفمبر 71 سيما بطرك، أبونا البطرك. فاللي رسم قدسك يبقى الأسقف بتاع الزقازيق. بس ده ما كانش لسه موجود دلوقتي، كان ساعتها نيافة المتميح. الأنبا أنبا متاؤس مطران الشرقية في ذلك الوقت، الشرقية كلها الشرقية كانت ومدن أبرشية القناة واحدة. كلها كانت كلها أبرشية واحدة. وبعد كده بعد نياحته اترسم نيافة الأنبا يقوبس أسقف الزقازيق، ده اللي رسمني بعد كده. اوكي. لكن في سنة 72 في مارس 72 قداسة البابا طلب أو انتدب أبونا أنطونيوس باقي اللي هو والدي للخدمة في منطقة كوينز في نيويورك، ده من وده كان بدري. أول كاهن في عهد قداسة البابا بالتحديد يعني، لأن قبل الفترة ديت كان أبونا بشوي كامل بيجي، الآباء بيجوا كده يعني فترات ويمشوا، لكن ده يعتبر أول كاهن البابا بعته، مش رسمه، هو كان مرسوم، بعته للخدمة في منطقة كوينز. أول البابا بابا شنودة شنودة بعد، الثالث. هو البابا شنودة استلم البطريركية في سنة 71 نوفمبر 71، في مارس 72 يعني بعد 4 شهور انتدب أبونا أنطونيوس باقي للخدمة في كوينز. وفي الفترة ديت أنا طبعا كنت صغير، ما كنتش أعرف الأحداث، لكن يعني كل اللي فاكره إن كان الناس الشعب في الزقازيق زعلان شوية من الحكاية ديت، لكن سيدنا البابا كان ليه وجهة نظر، وأعتقد إنه كان حابب إن أبونا أنطونيوس يخدم في المهجر فترة ده يبقى كان سن قدسك حوالي 19 سنين، مش كده؟ تقريبا ده عشر سنين بحسبها من تقريبا زيارته عشر ليكي في سنين البيت. تقريبا 10 سنين أبونا أنطونيوس باقي جه هنا أمريكا في مارس واتنيح في مايو 72، يعني في قعد نفس يخدم السنة. 50 يوم بس. وكان طبعا مقرر ان احنا كنا هنيجي نقعد معاه فترة، لكن بعد نياحته طبعا ما حدش جه. لكن الحقيقة بعد كده ابتدى التلامس الشخصي بقى مع قداسة البابا. بمناسبة نياحة أبونا أنطونيوس، لما اترسمت كاهن في سنة 96 قضيت فترة 40 يوم في دير البراموس، وكان ده سنة ستة ده وتسعين بعد ستة نياحتي، وتسعين بعد يعني تقريبا 20 سنة أو أكتر شوية بعد نياحة أبونا السيد أنطونيوس. ولد أبونا أبونا أنطونيوس في القديس. 96 رحت دير البراموس في 40 يوم، قابلت أبونا تدرس البراموسي، هو اللي بيسلمنا الألحان ربنا يديله الصحة. وأبونا تدرس خدم فترة طويلة جدا في السودان، فحكى لي القصة اللي هحكيها لحضرتك دلوقتي، انه كان واخد معاد من قداسة البابا او كان نازل يقابل قداسة البابا في امور خاصة بالخدمة في السودان، وفوجئ بان قالوا له في السكرتارية البابا ما بيقابلش حد. قال لهم ليه؟
قالوا له جاله خبر نياحة أبونا أنطونيوس صديق عمره، وهو متأثر قوي من الموضوع دوت، وقافل على نفسه 3 أيام مش هيقابل حد، لغاية ما جابوا الجثمان من القاهرة من أمريكا للقاهرة، وصلى عليه قداسة البابا في الكاتدرائية، وكان متأثر جدا جدا للنياحة دي، نياحة أبونا أنطونيوس. وأعتقد يمكن المخرج لو جاب لنا بعض الصور في صلوات قداسة البابا على يعني جثمان أبونا أنطونيوس زي ما موجود دلوقتي في الشاشة. في صورة تانية وهو بيقبل الصندوق وكان متأثر قوي في الجنازة، وألقى عظة مدونة طبعا مكتوبة ومسجلة، لكن كان دايما يقول التعبير دوت، يقول انه الشخص اللي هو الدكتور ألفريد اللي جه مع الصندوق قال لقداسة البابا تعبير غريب، قال له احنا عرفنا ربنا يوم ما عرفنا ابونا انطونيوس يا بقي. جمال. فخد البابا قداسة البابا شنودة الله ينيح نفسه، خد المقولة ديت وبقى يقولها كتير. يعني مثلا في عظة من العظات مسجلة اسمها العمق في الخدمة لقداسة البابا، دايما يتكلم يقول مش بطول المدة، في ناس بتقعد فترات طويلة تخدم، لكن بالعمق في الخدمة. ويدي المثل بتاع أبونا أنطونيوس باي، يقول لهم أبونا أنطونيوس باي أنا بعته أمريكا قعد 50 يوم قالوا عنه المقولة ديت. ده زي الـ40 يوم اللي قضاهم الرب يسوع بعد القيامة وعلم الرسل فيها بالظبط، بس كانوا زيادة كل بقى شوية 50 يوم يعني. ما لكن هي الفكرة انه زي ما القديس بيقول العمق في الخدمة، ازاي الانسان يبقى عميق في خدمته. وده يبين لنا قد ايه ان سيدنا بابا كان مهتم بالخدمة في المهجر، دي رقم واحد، انه ابتدى يطلع كل الاباء اللي هو حاسس انه اخواته اولاده اللي يقدر يعتمد عليهم، وان هو بعد نياحة ابونا انطونيوس يستخدم هذه المقولة ويقولها حتى في سيمينارات بتاعة الآباء الكهنة في كمثال. أمريكا هنا كمثال لحاجة زي كده. قد إيه يدل على بساطة سيدنا البابا، إنه بابا الكنيسة وله أقوال كثيرة وله يعني أشعار كثيرة، إلا إن هو ياخد مقولة اتقالت عن واحد من الآباء الكهنة ويبتدي ينشرها ويتكلم عنها. ده علشان هو والد قدسك بتقول كده، لكن بنفس الاحتمال ان هو عارف عظمة قدس ابونا المتنيح القمص انطونيوس، وعلشان كده كان بيعطيه لكل الكهنة كمثال. احنا ربنا ينفعنا بصلواتهم هما الاثنين يعني، لكن مصحاب دلوقتي طبعا وحشوا بعض من زمان. طيب احبائنا المشاهدين، انا عارفة ان الكلام اللي بيقوله قدس ابونا انطونيوس في ناس عندها معلومات بيه وخبرة وعاشته، يا ريت اللي يلاقي النقط اللي بنقولها دي، فعلا انا عارفة كده وكنت موجودة في الوقت ده، او كنت موجود وانا فعلا من الكنيسة اللي خدم فيها ابونا انطونيوس، يدخل معانا بالتليفون ويقول لنا اللمسات الحلوة دي من اذا كان قدس ابونا انطونيوس باقي المتنيح او قداسة البابا شنودة، لما نيجي نذكر نقطة عن حياته وهم عندهم خبرة بالنقطة دي. أنا كمان أرجع لنقطة دعوا الأطفال يأتون إلي دي، يعني من ضمن ما يعرف عن البابا شنودة إن رغم كل المشاكل اللي ممكن أي حد تاني يقوله أصله غلبان مكشر عشان عنده مشاكل، قدام الأطفال كان بيبتسم وساعات يضحك أكنه طفل، فأنت عشرت الحكاية دي. الحقيقة أنا بعد نياحة أبونا أنطونيوس باقي قداسة البابا احتضننا كأسرة، وأصبح يعني هو أبونا وقالها لنا، أنا مكان أبونا أنطونيوس، احتجت أي حاجة. لكن اتمتعت أنا بفترة، يمكن بعض الاباء الاسقف، بعض اباء الكهنه عاشروا قداسه البابا وهم كبار او شافوه هو بيتصرف مع الاطفال، لكن انا لمست التعامل دوت.
واشكر ربنا على الفتره دي الحقيقه. بعد نياحه ابونا انطونيوس ابتدى سيدنا البابا يقول لي ايه رايك ما تيجي معايا الدير. اول مره بقى وانا صغير كده عندي 10 سنين ابتدي اروح الدير، وطبعا كنت اروح مع سيدنا، يعني بقى جاي مع سيدنا البابا في نفس العربيه، فكان يعني ليا كده مكانه جوه الدير بصراحة أنا شويه. بختك يعني. لكن عايز اقول موقفين او ثلاثه في الحكايه دي. اتفضل. اول حاجه اهتمام سيدنا البابا ان انا ولد صغير خالص، يعني ايه اللي يخلي انه يعني يهتم بال، يعني ممكن يقابلني في الكاتدرائيه ولا حاجه ويعبني بشويه شوكولاته وخلاص. لكن فتره الصيف كلها، وكان زمان الاجازه الصيفيه في مصر 3 شهور على ثلاث بعضهم شهور كتيره، يعني كنت اول ما اخلص الامتحان تاني يوم اكون في القاهره وسيدنا البابا يبتدي يروح الدير. هو كان يروح 2 أو 3 الدير، يقعد في الدير، فكنت اروح معاه وهو طالع على اسكندريه. كان زمان في ابديه حياه سيدنا البابا في البطريركيه، كان يروح كل اسبوع اسكندريه يوعظ وعظه هناك. فكنا نطلع بعد ما نروح الدير نطلع على اسكندريه واروح معاه اسكندريه، بعدين يرجع يسيبني في الدير ويرجع هو على القاهره. كل اسبوع كان يعمل كده، وانت 10 سنين وانا 10 سنين حضرت. قعدت الحكايه دي من سنه 72 لغايه سنه 77. الفتره دي بتعمل ايه في الدير يا بتسموه؟ يعني معلش يعني صدقيني كانت فتره حلوه قوي، لان اول دي اول مره رحتها، رحت الصوره دي وانا بعد الكهنوت، يعني مش وانا صغير، دي بعد الكهنوت، لكن هنجيلها واحنا بس برضو بنتكلم صغير سنا يعني. يعني. وانا في الدير الحقيقه كان فرصه الواحد يعني يتعلم تسبحه، يعرف الحياه الرهبانيه، وكان زمان ما فيش بقى لا كهرباء ولا الكلام ده خالص، ده سنه ولا 72، تلفزيونات ولا تليفون ولا اي حاجه خالص، ولا موبايل ولا معزول الكلام ده، يعني خالص. لا خالص انا يعني. بتكلم طبعا فيش تلفزيونات في الدير، انا بتكلم على ان الطفل لا الحاجات دي ما كانتش عشر تفرق سنين معايا. معظم الاطفال كنا قدام لا في بنسلي الصيف. نفسنا هناك، وتعرفت على كميه كبيره جدا من الاباء الرهبان اللي اصبح منهم اباء اسقف دلوقتي كتير. لكن انا مش عايز ادخل قوي في موضوع انا كنت بعمل ايه، عشان انا بتكلم عن سيدنا البابا وعلاقته بيا اكتر لا يعني. أصل عايزين نعرف يعني نتيجة بتعمل ايه دي كومبيرد او مقارنة بيعملوا ايه اولادنا الايام دي في الاجازات يعني او برضه ممكن مش هناك متاح برضو. ليهم الأديرة حواليهم كتير يعني، لكن هي كانت فترة حلوة الواحد تعرف فيها زي ما قلت حضرتك بآباء حلوين خالص، وتعلمنا التسبحة والألحان، كنا بنخدم جوه الدير ونعمل حاجات كتيرة في الدير بنفسنا واحنا صغيرين كده. الحقيقة كانت فترة كويسة. لكن عايز أقول اهتمام سيدنا البابا بالأطفال مش بس مجرد إنه يديهم شوكولاتة وخلاص. أفتكر مرة لما رحت اسكندرية معاه، وبعدين حاسس ان انا يعني بقى من قداس لاجتماع لدير لاسكندريه كلها حاجات روحيه، فقال مره لابونا انطونيوس الثابت، ما كانش لسه بقى ابونا انطونيوس الثابت، كان وكيل البطريركيه في اسكندريه، قال لي يعني خدوا وفسحوا البلد يعني ما اقعدش زهقان. فيعني خدنا فسحنا، وكان الفسحه كانت افتكر في مصنع بيعمل الالبان، يعني دخلنا شفنا مكان بس بيعمل الالبان وخلاص. لما رجعت لسيدنا البابا قال لي ها شفت ايه؟ قلت له شفت مصنع. فضحك سيدنا البابا قال بقى انا بقول لك خده فسحه وتوديه المصنع برضه. لا احنا نفسحك فسحه تاني. طبعا انا سني 10 11 سنه والبابا يهتم بالطريقه ديت، كان دايما يهتم فلان كل اكلته، يعني هو مشغول في حاجته ومتاعبه ومشاكله يعني، بس كان يهتم جدا. الموقف الحقيقة اللي من يعني برضه حصل معايا، وكان ده يعني موقف لطيف، لما كنت أسافر مع سيدنا البابا، فكنت أقعد قدام جنب عم وديع اللي هو اللي بيخدم سيدنا البابا واللي بيسوق العربية، سواء كان أحد الآباء الرهبان أو أحد الإخوة العلمانيين، يعني بينهم كده قدام بيبقى في حد قاعد مع سيدنا البابا ورا. لكن كم مرة من المرات ما كانش حد يسافر مع سيدنا، فروح أقعد جنبه وسيدنا البابا ورا، ما فيش حد ورا، واقعد جنبه وهو يقعد في الاول يبتدي يلعبني شويه، وبعدين يسالني اسئله، ها حفظت ايه من الايات، عارف ايه من الالحان، واقعد اقول له. وبعدين هو كان عايز مره بقى يعني يقرا ورق او حاجه، وانا بقالي مده ما بتكلمش معاه، هو عمال يقرا في الورق وانا ابص له وبص للورق وبص له، وهو بقى باصص لي كده قال لي ايه،
انا عايز اتكلم معاك وهسألك اسئلة، بس انا عايزك تركز في اعمدة الكهرباء دي، تعرف تعدهم لغاية ما نوصل للدير، مسافة بقى طويلة. وانا قلت له حاضر يا سيدنا، 1 2 3، وبعدين صعبت عليه قال لي انا عارف الباقي خلاص. عمل موقف غريب قوي سيدنا يعني البابا. بيهتم بيك وانت قاعد مرتاح في عربية مع ما بس الواحد أعظم مش عارف واحد، المكانة ديت يعني، او مش عارف يعني ورغم كده مش عايزك تزهق، عد لا العواميد. اقعد عميد كده ويشغلني برضه في حاجة يعني. لكن افتكر مرة عمل موقف الحقيقة ما انساهوش ابدا، وعرفته لما كبرت اكتر. ايوه واحنا رايحين الدير في منطقة اسمها الهكرية، بلد اسمها الهكرية اللي هي بعد ريست هاوس. واحنا رايحين الدير المنطقة دي يظهر كانوا بيوصفوا الأولاد إن البابا بيمر من المنطقة دي كل يوم مثلا سبت أو حاجة، فيزقلوا العربية بالطوب يا أولاد صغيرين. فيجي السواق أو اللي بيسوق العربية ساعتها يقوم قرص يعني ماشي بسرعة قوي، فبقول له بتمشي بسرعة ليه؟ كذا مرة يقول له على مهلك على ما جراش حاجة. جه مرة سيدنا أنا فاكرها كويس قوي، راح موقف العربية قال له أوقف العربية، فوقف. فالولاد خافوا، افتكر ان حد هينزل من العربيه يزعق لهم نضربهم. ولا حاجه. فراح البابا فاتح الازاز كده بشويش وراح مناديهم، كان معاه شوكولاته، تديهم شوكولاته. واحد كده قرب بهدوء خد وبص له وهو خايف، قال له تعالى يا حبيبي خد شوكولاته. الباقي جه كلهم اتلموا حول العربيه. وبعدين البابا قال لهم انتوا عارفين المره الجايه لو بقيتوا هاديين وما زقلتوش بالطوب انا هديكم كمان هديه. كان تقريبا في عيد جاي جاي على لهم. عيد المسلمين او حاجه مش فاكر، حاجه زي كده يعني. والمره اللي بعديها فعلا كان عامل حسابه ان يديهم ياه، عيديات، وقف العربيه وكلهم بقى حفظ وعده زاطوا بسيدنا للعيال. البابا فرحانين بسيدنا البابا قد ايه يا سلام. ان واحد وقف اداهم عيديات. بعد كده كانوا يستنوا سيدنا البابا يعني، كانت مواعيده ساعات بتختلف نتيجه الضغوط اللي عليه يعني، مثلا يقول هنمشي الساعه 8 الصبح نمشي الساعه 7 بالليل يعني قبل ما يخلص اللي وراه، ونروح المنطقة دي ونلاقي الولاد لسه قاعدين يا منتظرين. شوف المحبة بتعمل ايه. فكرتني على طول بالقصة بتاعت المعلم إبراهيم الجوهري لما أخوه قال له أنت راجل كبير في الدولة وسايب شوية الأولاد يهزقوني ويشتموني ويضربوني ولا يزقلوني بحاجة، قال له ما تخافش أنا هقطع لك لسانهم. دي في قصة كده في تاريخ كنسي، هقطع لك لسانهم. قال طب وريني هتعمل إيه. فراح المعلم ابراهيم الجوهري نفس المنطقه اللي ساكن فيه اخوه، وراح موزع عليهم شوكولاته وحاجات جميله وهبدأ في سكتهم خالص. مشي اخوه تاني يوم قعدوا يقولوا اهلا وسهلا والولاد يرحبوا بيه، فراح قال له انت عملت ايه؟ قال له قطعت لك لسانه. فسيدنا بالطريقة البابا عمل كده بالظبط، عمل كده بالظبط، انه ازاي سكت الاولاد بطريقه لطيفه يمكن خلاهم بقى هاديين، يمكن دول لما بقوا شباب بقوا بيساعدوا في بنى الكنيسة ولا حاجة اللي هي بتاعت الفكرية. وممكن منهم ربنا فتح عينيه وقال البابا ده أكيد بيتبع إله حلو أما اتعرف عليه. ممكن قوي طبعا، الحاجات دي ياما هتظهر حاجات كتير احنا مش يعني هنعرفها دلوقتي يعني. ناس دلوقتي كتير، يعني ناس من المصريين اللي ما كانوش يهتموا خالص بسيدنا البابا، لما سمعوا اللي بيعملوا، لما احتكوا بيه ولو من بعيد، ابتدوا يبحثوا مين الإنسان ده وإيه علاقته بمين اللي خلاته بالعظمة دي. فعلا يعني فعلا ما واحد بيلاقي إنسان عظيم ويقول أصله مهندس ومعاه دكتوراه ف و و و يقول أنا نفسي أبقى زيه وده ويدرس زيه. ده دلوقتي اللي بنعرفه عن سيدنا البابا، واللي احنا نفسنا لما شفناه قدام عينينا وابتدينا نكبر ونعرف تاريخ الكنيسه البابا نفذ ما اللي جه في الانجيل وجه في تاريخ الكنيسه. وانت ذكرت هنا انه نفذ ما نفذه المعلم ابراهيم الجهري الجهري، بالظبط. يعني كان بياخد اي قصة او اي تعليم ومش يحكيها ولا يعيشها يستعملها بل يعيشها يعيشها. بالظبط كده بالظبط. طب يا تسيبونا، يعني انا عارفة ان عندك حاجات حلوة كتيرة، بس انا برضو بدعو الأحباء. أنا عارفة ساعات من كتر ما الحكايات مشوقة حتى اللي عايز يدخل مكالمة بيبقى يقول طب أما يخلصوا النقطة الحلوة دي، أما يخلصوا النقطة الحلوة دي. بس بندعوهم اللي عاشر
سيدنا البابا في بعض القصص اللي بيذكرها قدس أبونا يعطينا وما يخبيش علينا الأسرار اللي عنده الحلوة. اتفضل يا قدس أبونا. اشكر ربنا بعد كده قعدت الحكايه ديت ان انا اسافر مع سيدنا البابا والمس حاجات كتير. يعني انا فاكر مثلا اول مره قدست البابا يروح دير الانبا بشوي او يمكن تاني مره او مع بدايه التعمير يعني في دير انبا بشوي، كان في حوالي 5 أو 6 رهبان بس في الدير. يا ده قبل يعني بعد ما بعد ما كان بقى اسقف بطرك، لا او هو بعد ما بقى ابونا البطرك طبعا كان بطريرك. بطرك. اوكي. وبعدين فوجئت بموقف سيدنا البابا عايز يبني قلالي عند يعني قلالي جديده للرهبان، ابتدى طليب الرهبانه في دير انبا بشوي يروح كتير. انا فاكر كويس قوي ان سيدنا البابا كان واقف وانا كنت صغير قوي جنبه، وبعدين بيتكلم مع واحد مهندسين بيقول له هتبني القلالي فين؟ قال له هنا يا سيدنا، قال له المنطقه دي الاتجاه بتاعها ايه؟ قال له اشمعنى يا سيدنا؟ قال له انا عايز القلالي تتبني في منطقه بحري شرقي. فقال له اشمعنى يا سيدنا؟ قال له عشان في الصيف تبقى حلوة وفي الشتاء تبقى حلوة، تبقى جيدة التهوية. مش معقول هنرسم رهبان في القرن العشرين ونتعبهم ونألمهم، لازم الرهب يكون مرتاح. وفعلا بنوا نموذج من الألالي حوالين السور، قلاية بمحبسة، محبسة لو بيسكن فيها الأب الراهب جوه بيصلي فيها، وفيها حمام صغير وفيها مطبخ صغير، وفعلا حملها بحري شرقي. وكانت بحري فعلا شرقي يعني ناحية تواجه الصحراء يعني وناحية يبقى تواجه البحر. يعني يبقى ليها فتحات ناحية البحري الشبابيك، ناحية بحري وناحية شرق، على أساس إن هو يقدر في الصيف يبقى جو كويس من ناحية الهواء في البحري، وفي الشتاء يدخلها الشمس وكده فتبقى شرقي كويسة. قدسك شرحت لنا شكل القلاية، أنا عمري ما دخلت طبعا قلاية وأكيد ناس كتير، فبتقول لنا عبارة عن إيه؟ القلاية عبارة عن مكان بره كده زي يعني صالة صغيرة اللي هي بنسميها القلاية الرئيسية، وفي محبسة جوه. المحبسة ديت الأبونا الراهب بيدخل جوه، محدش زي دولاب يعني لا أو محبسة أوضة دي صغيرة أوضة خالص. صغيرة أوضة بيدخل صغيرة يصلي فيها يقعد فيها بيسموها حياته محبسة. كلها. حياته كلها جوه دي المنطقة دي، المفروض محبسة محدش يدخلها خالص. يعني لو جاله حد يقعد يقدر يقعد حد من اخواته الرهبان يعني يقدروا يقعدوا بره في المنطقه اللي هي جوه القلايه بس بره المحبسه يعني. وفيها طبعا حمام، كان زمان الحمامات بتبقى بره، فمع الجو القارس في الاديره والهواء وكده فلا خلى الحمامات جوه. ده كان نموذج حلو قوي سيدنا بابا عمله في حلو دير قوي. الانبا بشوي. وفي مكان يقدر يعني يجهز فيه اكل او حاجه لو حب ان هو يجهز اكل يعني بحيث الراهب لو مش عايز يعني. يطلع يعني لا لفترة يطلع طبعا يشترك مع اخواته، بس قصدي يعني ممكن ما يلجاش ما لبره كتير، يحتاجش. محتاج ان هو يعمل كل حاجه جوه القلايه بتاعته. فقد ايه ساعتها الحقيقه برضو الواحد ياخد موقف دوت، قد ايه يهتم سيدنا بابا بالاباء الرهبان، يهتم بيهم ان هو يقف بنفسه ويطلب من ابو من الاخ المسؤول عن المعمار في الدير انه يوفر طريقه معينه للرهبان. يعني حاجه الحقيقه جميله الواحد يفخر بيها انه راس الكنيسه بيفكر من اجل كل اولاده حتى لسه بادين طريق الرهبنه. مع ان مفروض دير الانبا بشوي ليه الاسقف بتاعه مش كده، بس كان ساعتها اصحاب. ما كانش فيه اسقف للدير لسه، نيافه الانبا سراون اترسم بعديها او في التوقيت دوت عشان كان كده حبش يتركهم من غير يعني رعاية. بالظبط. لا هو هو الحقيقه البابا يعني في عصره الرهبنه او الأديرة كلها عمرت يعني، لكن أنا بقول على اللي أنا شفته يعني، أنا بشهد بحاجات أنا شفتها قدامي. اهتمام البابا طبعا في مواقف كتير ممكن الآباء يحكوا اهتمام بابا بالرهبانة في مجالات مختلفة، لكن أنا عايز أقول اللي شفته يبين لنا قد إيه اهتمام سيدنا البابا بأولاده الرهبان. وده من أول سنة 72 أو 73 يعني بداية عصره كأب بطريرك. يعني شفت مثلا إن هو في الدير بيزرع بنفسه أول شجرات علشان يعني يدينا مثل قد إيه الإنسان ممكن يهتم بالطبيعة، شجرات في دير الأنبا بشوي بيزرع بنفسه يعني. يعني يحطها يعني هما عاملين حفروها. المكان وهو بس مجرد إن هو بيحطها كده ويوضبها بيباركها. ويباركها يعني. يعني كام شجرة كده في البداية، بعد كده الآباء أو الإخوة اللي هما اللي بيعملوا الزرع هما اللي كملوا. دي مواقف كتيرة أنا شفتها في فترة من 72 ل 77.
لكن بعد كده الحقيقة قداسة البابا زي ما قلنا في الأول، الحاجة اللي بيقولها بيعيشها وبينفذها. فهو كان متبني فكرة من حق الشعب أن يختار رأيه. فيمكن ده أول ديمقراطي جدا. فالحقيقة طبيعي. بعد نيافة الأنبا متاوس مطران الشرقية مدن القناة، اللي هو كان رسم أول أوتسب، لا رسم والدي رسم أوتسبونا أبونا أنطونوس، والدك. بعد نيحته أول حاجة عملها قداسة البابا إنه فكر إنه يقسم الإبرشيات. فقسم الإبرشية ديت إلى 5 إبرشيات. وبعدين أول 2 اترسموا من الـ5 دول كان نيافة الأنبا أنجيلوس الله ينيح نفسه، كان أسقف مراكز الشرقية، ونيافة الأنبا تدرس ربنا يديله الصحة أسقف بورسعيد، لأن بورسعيد كانت تبع ما هي مدن القناة اللي هي الشرقية، الشرقية دي كانت محافظة، ومدن القناة هي إسماعيلية وبورسعيد والسويس. فـ3 محافظات دول زي ما هم بقوا 3، والشرقية اتقسمت نصين، الزقازيق ومنيا القمح ومراكز الشرقية الباقية، وانضمت ليهم بعد كده العاشر من رمضان. البلد اللي هي 10 من رمضان امتداد القاهرة دي امتداد القاهرة. فأول أسقفين اترسموا من الـ5 نيافة الأنبا أنجيلوس ونيافة الأنبا تدرس، الاتنين اترسموا في نوفمبر سنة 76، وفضلت جزء من الشرقية والسويس والإسماعيلية. يبدو أن السويس والإسماعيلية كان الأمور أهدى شوية في الزقازيق اللي هي زقازيق من قمح. قداسة البابا يمكن الإبرشية الوحيدة اللي المفروض تسجل في تاريخ قداسة البابا اللي زارها أسبوعيا لمدة 6 شهور. أسبوعيا ونسافر يجي من القاهرة للزقازيق ويصلي قداس ويعمل عظة ويجتمع بالآباء ويجتمع بالخدام، وقعد على كده 6 شهور كاملين، من نوفمبر تقريبا، من نوفمبر واحد بتا... من نوفمبر 76 لغاية ما سيما نيافة الأنبا يكوبس في مايو سنة 77. طب معلش تسيبونا في النقطة دي، هل لأنه كان شايف إن المنطقة كبيرة ومحتاجة رعاية كتيرة ولازم يتأكد إن اللي هيجي هيجي حسب قلب المسيح، ولا لأنه ما كانش يعرف المنطقة؟ اشمعنى دي اللي ركز فيها قوي كده انه يروحها كل اسبوع يعني؟ هو طبعا يعني يمكن كنت هناك هو يمكن يعني كان في اختلاف ما بين اللي موجودين في ذلك الوقت على مين اللي يجي ومين اللي هيبقى اسقف، واسماء مطروحه، وبرضه الابروشيه كانت محتاجه تنظيمات معينه. فالحقيقه انا ما اعرفش مدى السر، كمان برضه كنت لسه في مثلا في ثانوي تانية ثانوي ولا حاجة، ما اعرفش السر الرئيسي ان القداسة بابا كان بيجي كل اسبوع، لكن انا بحكي لحضرتك انه كان بيجي كل اسبوع يصلي عندنا في الابرشية. وما كانش بيصلي ويمشي، اكيد كان ده كان يصلي يعمل اجتماع واجتماع بالليل يعني، ومش لازم في كنيسة واحدة يعني. الاجتماع كان بيبقى في كنيسة المطرانية اللي هي كنيسة ماري جرجس، لكن الصلاة كان بيلف في الكنائس يصلي كل مرة في كنيسة. وده البابا يزور ابرشية 6 شهور متصلة، كان ده طبعا موثق ويعلمه الاباء الاسقف في ذلك الوقت يعني. لكن كان مهتم جدا بان هو يبعت انسان يعني يخدم بامانه. واختار بعد كده نيافه الانبا يعقوبس، كان هو اسمه ابونا اغاثون البراموسي، وكان بيخدم في سان فرانسيسكو هنا. قعد 10 شهور تقريبا يخدم هنا، وبعد كده اختاروا ورسموا باسم نيافه الانبا يعقوبس في مايو سنه 77. واترسم معاه في الوقت دوت نيافه الانبا اغناطيوس اسقف السويس، ونودى على يعني تم البابا ينادي على نيافه الانبا اغاثون متنيح مطران الاسماعيليه، نادى عليه ان هو بدل ما كان اسقف عام خلاه اسقف لابرشيه الاسماعيليه. فاكتملت هنا الـ5 إبرشيات. وبعد كده الـ5 إبرشيات بعد لما انضمت لنا سينا، ما هي تعتبر تبع مدن القناه او امتداد لمدن القناه، بقوا في ابرشيتين زياده، فبقوا 7 ابرشيات اللي هي جنوب وشمال سينا. اللي عايز اقوله في الحكايه ديت ان البابا كان حريص ان هو يمهد الطريق قدام الاسقف اللي جاي، ما يخلوش يجي يبقى تعبان.
البابا كان حريص انه يرعى ابروشيه، كان حاسس انها محتاجه لرعايه، وانه يسيب اعباءه كتير، او يعني من ضمن اعباءه يدخل اعباء ابرشيه، وانه كان حريص ان ما يجيبش حد بسرعه علشان الشعب يرتاح والاسقف كمان يرتاح اللي جاي. وده تحديد او تنفيذ او مبدأ حطه سيدنا البابا ومشي عليه في كل الإبرشيات، أن من حق الشعب أن يختار رعي، حتى على مستوى الآباء الكهنة في القاهرة واسكندرية لازم يتأكد قداسة البابا أن الشعب يعني مرتاح لهذا الأب اللي هيترسم عليهم كاهن. قلت نقطتين حلوين خالص، ان الشعب يختار ويبقى مرتاح، وكمان الأسقف لازم يبقى مرتاح، وبعدين كونه يقسم أبروشية واحدة لسبعة، أكيد في ذهنه إن لو أسقف واحد بيرعى المنطقة دي، في واحد في الضواعي، في واحد في عشة، في واحد في غيط ما بيطلعش منه، هيتنسى. فدي من بالظبط، ضمن إنه حريص إن كل واحد مسيحي يبقى له توصل له أسقف في الرسالة. حد بالظبط مقدرة وصوله يعني. بالظبط، وده اللي عمله سيدنا بابا في إبرشيات كتيرة، بس يمكن كان دي من أوائل الإبرشيات. اتنيح نيافة الأنبا متاوس يمكن في 75 أعتقد أو 76 وبداية 76 مش فاكر، لكن بالتقريب كده. فدي كان في بداية التقسيمات، يعني يمكن كان حاجة غريبة ان بابا يقسم ابروشية الخمسة مرة واحدة. ما كانش لسه جنوب وشمال سيناء انضموا لينا، كانوا لسه تحت الاحتلال. دلوقتي فيه نشاط حلو جدا كل جدا. الابرشيات امرت، واللي استلم الابروشية 3 كنايس بقى عنده 10 كنايس، زي نيافة الانبا تدرس مثلا كان عنده 3 كنايس يمكن في الابروشية كلها باسم الصليب. يعني عايز اقول انه مبدأ حلو قوي عمله سيدنا البابا انه يركز في الخدمة قوي، وينشر الخدمة توصل لكل الناس. لما يكون أسقف على أب أسقف على 5 كنايس أو 10 كنايس غير ما يكون على 30 40 كنيسة ومنتشرين في كل مكان. علشان كده إحنا يعني بندين لقداسة البابا بالموضوع ده الحقيقة، بندين ليه بأن هو قد إيه ركز في الخدمة. ومبدأ يمكن كان غريب على بعض الآباء الأسقفة في ذلك الوقت، لكن مبدأ صح وانتشر، ومبدئين مع بعض من حق الشعب أن يختار رعيه وتقسيم الإبرشيات لصالح الخدمة. حلو خالص. احنا معانا مكالمات يا تسابونا، فنرحب بيهم. اهلا، اللي معانا على الخط يتفضل. هلو، ألو، اهلا وسهلا. أنا ناجي شحاتة من كانساس، اهلا بيك استاذ ناجي. وأنا هقول لحضرتك، أنا هرجع لنقطة أبونا أنطونيوس الأولانية خالص، وهقول إن أنا من القليلين اللي هيكلموا حضرتك هنا من أمريكا، اللي حضر رسامة أبونا أنطونيوس باقي الكبير، وحضر رسامة أبونا أنطونيوس باقي الصغير. وأنا كنت صديق شخصي، أنا صديق شخصي لأبونا أنطونيوس، و الكبير ولا الصغير؟ الصغير طبعا. الصغير طبعا. لأن أبونا أنطونيوس الكبير لما اترسم أنا كان عندي 9 سنين، لما أنا بهزر، اتفضل. وأبونا أهلا أنطونيوس لما بيك. اترسم كان أنا عندي 36 سنة. أهلا أقدر بيك. أقول لك إن الرسامتين كانوا أعظم من بعضيهم، يعني لأن أنا حضرت الرسامتين. وأقدر أقول لك إن نفس الكنيسة اللي اترسم فيها أبونا أنطونيوس الكبير هي نفس الكنيسة اللي اترسم فيها أبونا أنطونيوس الصغير. حلو خالص، وأبونا حلو أنطونيوس خالص. يشهد على هذا الموضوع. هو يقصد ان الرسامة تمت في في نفس نفس الكنيسة اللي الكنيسة. هي مترانية، الكنيسة ماجيجس مترانية، لكن بس طوقة سقفة. لا، ابونا انطونيوس باقي اترسم على نفس الكنيسة، يعني اترسم في الكنيسة على نفس الكنيسة، وانا اترسمت في الكنيسة بس على كنيسة تانية اللي هي العذراء ماري يوحنا. هو يقصد كده يعني. يعني انا ما كانش كنيستي هي الكنيسة المترانية اترسمت يعني عليها، ساعة ما نطق وراء كاهن على على كنيسة العذراء ماري كذا. يوحنا هي كنيسة مجاورة للكنيسة المترانية، وأصبحت دات هي كنيسة المترانية، يعني اللي هي الكنيسة بتاعت كمان. العذراء ماري يوحنا. طب قول لنا كمان بقى عن خبراتك، حاجات من اللي انت مخبيها. هلو؟ أيوه، ما أخبيها. هو أبونا أنطونيوس بقى الصغير طبعا،
طبعا علاقتي الشخصية بقداسة البابا كانت يعني أقوى حتى من هو ما بيحكيها يعني. يعني احنا حتى انا افتكر فاحنا في زياراتنا لقداسة البابا واحنا كنا في الكورال بتاع الكنيسة، كان دايما ما نروح نسلم على قداسة البابا كان قداسة البابا يسلم على ابونا انطونيوس كده سلام خاص، يعني يبقى متفرق عننا كلنا. وانت كنت بتبقى غيران ولا؟ طبعا كنا كلنا بنغير من الموضوع ده، بس طبعا كنا كلنا بنحبه وبنحب قداسة البابا، فطبعا كنا دايما بنحب ان احنا نلاحظ النقطة دي بالذات يعني. اول ما اعرف ان انت كنت بتغير. لا بس اللي انت قلته دلوقتي هيخلي مئات الالاف تغير، لان حتى ما جات لهمش الفرصه اللي جات لك. يعني حتى اللي بيحكيه ابونا انطونيوس ده دلوقتي ده جزء بسيط جدا من علاقته بقداسه البابا. يعني علاقته بقداسه البابا كانت اقوى طبعا من ما هو بيحكي حاليا. اذا كنت عارف حاجه هو مخبيها. انا عارف موضوع بس هو يحكيه احسن، اللي هو لما كان قداسه البابا كان في الحبس في الدير، وابونا انطونيوس ما كانش لسه كاهن، وراح زياره وسبب ان هو دخل زرقة، وكان اول علماني يخش يزور قداسه البابا في الدير لانه قعد لعب شطرنج مع مين اللي لعب؟ الضابط بتاع الضابط الموجود هناك يعني. ده لا قول لي مين اللي لعب شطرنج مع مين؟ لا ابونا يحكيها احسن مني. كده؟ حاضر. طب الظاهر طيب نشكرك جدا، فتحت لنا نقطة مهمة ولطيفة. طيب نشكرك يا حبيبي، اتفضل تسبونا احكي لنا حكاية الشطرنج دي. هي 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 مش لازم اتغلبت ومش عايز تحكي. لا هو الحقيقة الدور ما كملش. انت هقول لحضرتك، هو طبعا قداسة البابا كان فترة التحفظ سنة 81 في التحفظ وبعدين انا الحقيقة كان يعني صعبان عليا الموقف قوي، كنت ساعتها في جامعة كنا كلنا تعبانين من الموقف دوت، ان بابا الكنيسة يبقى يعني رئيس الجمهورية يقول عليه بالطريقة ديت في لكن جه الموقف ده بالتحديد بعد ما مات أنور السادات رئيس، ابتدوا شوية يفتحوا ان الأسقف يقدروا يزوروا سيدنا البابا، بس كان لازم بتصريح من أمن الدولة وشغلانة كبيرة يعني. فأنبا يعقوبس الله ينح نفسه الأسقف بتاعنا هو عارف مدى يعني محبتنا لسيدنا البابا، فقال لي أنا رايح، قلت له أجي معاك، قال لي مش تدخل، قلت له مش مهم، قال لي بدا النقطة اللي معمولة بتاعت الشرطة موجودة على المفارق بتاعت الدير بره. فقلت له مش هشوف صورة الدير خلاص كفاية، ونفتك بقول له يعني سلمني عليه. ده قبل ما قدسك تترسم؟ ده سنة 81 انا 96 كنت لسه في جامعة يعني لسه في أوائل الجامعة. فروحت مع سيدنا البابا وفعلا وصلنا لغايه الشرطه، فسيدنا احمد طلع التصريح بتاعه، قال له طب ده تصريحك، مين اللي معاك ده؟ قال ده من يعني من محبين سيدنا البابا بتاع. قال له ما ينفعش. وراح متخيلني خدني وقعدني معاه بره، الضابط موجود وشويه عساكر، عربيه الضباط، لا كمين كده عاملينه يعني مكان يعني قصدي مش عربيه يعني خيمه كده قاعدين فيها. فالراجل يعني ايه لقاني قاعد متضايق شويه كده، قال لي بتعرف تلعب شطرنج؟ قلت له مش قوي. المهم ابتدينا شويه يعني ايه عايز يسليني يعني. وبعدين ما كملناش يمكن نص ساعه او ساعه الا ربع، ولقيت ابونا ويصل انبا بشوي اللي هو حاليا نيافه الانبا اغابيوس اسقف دير امواس. كان هو ربته الدير. كان هو ربته الدير في الوقت دوت. فجه منتهى القوه قال للظابط انت ما قاعد عندك ليه؟ فقال له ما هوش تصريح، قال له البابا عايزه. قال بس ما جايب تصريح، قال له بقول لك البابا عايزه. عم بقى غبي. فراح قال له طب خلاص اتفضل. ودخلت في عربيه الدير مع نيافه الانبا غابس اللي هو ابو نويسة. ولما دخلت كان سيدنا البابا قاعد ومعاه شويه اباء اسقفه. لما دخلت شفت سيدنا البابا كده انا انهارت في البكاء.
يا صعب عليك ولا كان تعبان؟ صعب عليا؟ لا هو كان زي الفل، ما كانش في وحشك حاجه يعني. يعني؟ يعني لا يعني مش متخيله في المكان ده ان هو في دير ومقفول ويعني فاهمه. وعساكر وعشان تشوفه وعايز انا تصريح. فالمهم حاجه رحت سلمت عليه وانا ببكي كده، فراح واخدني فندم تعالى تبكي ليه؟ تعالى اقعد انا هقول لك، ده احنا هنا بنعمل حاجات جميله، ده انا بطلع هنا كتب، انا مش متضايق. وكأن سيدنا البابا بيدي درس لكل واحد فينا كيف يحول الضيق إلى حياة فرح. الأخير يقول ده خير ربنا مديهن، أنت عارف أنا بعمل عظات للآباء الرهبان وبقعد معاهم، غير بقى ما احنا متخيلين البابا قاعد محبوس ومش عارف عايز يطلع من يتحرك قلبك وبتاع. يعني. لا عايز أقول لك إنه البابا كان مدرسة، كان حياة فعلا معاشة، يقدر يحول التعب والألم والضيقة اللي حواليه لفرح لي وللآخرين حقيقي يعني. وقد ايه انا كنت داخل منهار ان اشوف سيدنا البابا اللي هو ابويا في المنظر دوت، واطلع وانا مبسوط وفرحان انه البابا متأقلم مع الجو، بالعكس ده هو سبب يعني فرح الآخرين. واعتقد ان يمكن قابلت في التوقيت دوت نيافة الانبا سيرابيون، كان لسه راهب وكان مشرف على علاج سيدنا البابا، او لو كان بيحتاج سيدنا البابا علاج كان هو مشرف عليه، متهيأ لي ان كان في التوقيت ده بالذات يعني. ما دي برضو من ضمن الثمار الحلوة للفترة اللي قضاها في الدير، بجانب اللي قالهولك والرهبان بقى منهم مجموعة أساسا طبعا ثقيفة كتيرة وتلمذوا عليه، من ضمنها سيدنا أنبا سيرابيون، وكان ملازمه والثقة والتعليم وكله اتشربه، وعشان كده ما استخسرهوش فينا واداهولنا هدية هنا. بركة كبيرة للمنطقة كلها طبعا سيدنا عباس ربي. فكل زي ما انت بتقول ازاي يخرج من الاكل اكلا ومن من الجاف الجافي حلاوة. حلاوة، دي من ضمن الصفات الحلوة. انت عمال بتقول لنا صفات حلوة كتير على البابا شنودة، يا لأنه ريت تعمل لنا نبذة كده عشان نجمعهم الحقيقة في يعني، الثروة. يعني البابا يعني مش عايز أقول إنه الثمار كلها اللي نسمع عنها ونشوفها في الإنجيل نلاقيها في شخص سيدنا البابا، وقد إيه هو إنسان كان عطوف، كانت دمعته تسبقه وكان حنين. أنا أفتكر ويمكن المخرج يجيب لنا شوية صور عن الأسرة قد إيه كان يحتضن الأسرة، كنا كل عيد نتصل بيه بدري قوي قبل ما ينزل يقعد مع المسؤولين ونعيد عليه واحد واحد، وإحنا صغيرين كده نقعد نتكلم معاه في التليفون مثلا 3 دقايق، ازيك يا سيدنا، وحشة يا سيدنا، كل سنة طيب يا سيدنا. هو كان طويل البال قوي، دي مثلا مع نيافة الأنبرويس وقداسة البابا والأسرة كلنا تقريبا، أنا وأختي الكبيرة وزوجها وأختي الصغيرة وخطيبها في الوقت دوت ومدام بتاعتي، أنا مش في الصورة دي، أنا كنت بصور يمكن أكون في الصورة التانية. أيوه قد إيه. وكمان يعني ممكن يسيب الأسرة كلها، والدتي طبعا معانا، يسيب الأسرة كلها بقى ويلعب مع واحدة صغنطوطة في الأسرة. ما أعتقد في صورة لحاجة زي كده اللي بعد الصورة ديت المخرجة حاطة، ساب العيلة كلها عمال يلعب مع البنوتة الصغيرة. الحقيقة دي حاجة تأثر في الطفلة دي وتطلع مبروكة وتحب ربنا وتحب الكنيسة علشان الدقيقة أو الاتنين اللي إنسان عظيم زيك ده. هي حاليا في السماء، فهم اتقابلوا مع بعض دلوقتي، كده العملاق والكتكوتة والكتكوتة ربنا الصغير. يديها فالحقيقة يعني عايز صلواتهم. أقول إنه أعتقد إن من ضمن المبادئ اللي رسخها سيدنا البابا إن الأب البطرك والأب الأسقف مش مكانه إنه يبارك الشعب فقط، دي إحدى يعني خدماته، لكن كمان إن هو ينزل لمستوى الأطفال، وده اللي شفناه في تلامذة سيدنا البابا كلهم من آباء أسقف وآباء كهنة اتعلموا على ايدين سيدنا البابا. ما يشوفوا حاجة زي كده البابا بيلعب، انا جايب حاجة مع اسرتي لكن ده مئات الاسر عامل معاهم كده سيدنا البابا، واهتمام غير عادي بالطفل والطفلة الصغيرة والاسرة الكبيرة. زي ما قلت لحضرتك هو مدرسة، هو مدرسة مدرسة مش كبيرة عايز اقول عظيمة جامعة، جامعة كاملة يعني مثال حقيقة المسيح حقيقة يعني ما ننساهوش خالص. ومن طبعا. ولو قعدنا نذكر فضائل ومبادئ رسخها في الكنيسة على مدار حياته وهو أب أسقف وأب بطرك، أعتقد هيعوزنا حلقات كتيرة يعني. طيب معنا مكالمة تانية. هلو هلو، اللي معنا على التليفون.
أنا اسمي الدكتور الفريد عبد الملك بباوي. أهلا وسهلا. أنا بحيي حضرتك وبقدر العيادة أبونا أنطونيوس. ربنا يخليك يا دكتور. أي طبعا يعني يعز علينا انتقال مدرس الرحمن بابا شنودة، وطبعا هو له كمان ذكريات معايا كتير أوي. وأبونا أنطونيوس الكبير الله يريح نفسه له ذكريات معي كثيرة جدا، فأنا هحاول أقدر يعني. اتفضل قول لنا كم واحدة كده من الحلوين، لأنه هو صديق البابا شنودة ووالد أتسابونا هنا علشان تبقى موعظة لينا. اتفضل. أولا أنا يعني ذكرياتي مع أبونا أنطونيوس كبير. أيوه أولا أنا كنت من ضيع الشرف إن أنا كنت في تأسيس كنيسة القديسة العذراء مريم والقديس أنبا أنطونيوس في كوين. كوينز. أهلا. وقتها ما كانش فيه كنايس في أمريكا وكندا غير كلهم 4 كنايس. أيوة كنيسة في لوس أنجلوس، وكنيسة ماري في مرقص. سايت اوف جيرسي، وكنيسة في تورونتو، وكنيسة في مونتريال. أيوة وقتها طلبنا من البابا الله ينيح نفسه، الكلام ده كان سنة 72 أيوة بإرشاد كاهن بينا، فكان من حنيته إنه يرسل لنا من هو أقرب إلى قلبه وهو أبونا أنطونيوس. فكان لينا شرف كبير جدا، وكان استقباله في المطار استقبال حافل، واتفتح لنا استقبال كبار الزوار، وصلينا في المطار، وكان الشعب كله فرحان يعني بطريقة مش معروفة. كان عدد الشعب تقريبا قد ايه يا استاذ يا دكتور الفا؟ لا الأسر ما كانتش كثيرة في كوينز، يمكن لا يعدو عن يمكن 20 30 أسر. انا بقول لحضرتك ليه كده بسأل، يعني لان من اللي عرفته ان المتنيح القمص أنطونيوس باقي كان من أعز الناس لقلب البابا شنودة، ايوه ورغم كده حكمته وإرشاد الروح القدس قال مش هعزه عليكو، ورغم ان انتوا 30 أسرة وهو يمكن كان عنده 300 أسرة في كنيسته، بس حاسس ان انتوا محتاجين حد بالقيمة والقدرة بتاعة أبونا أنطونيوس باقي رغم عددكم البسيط. ومن محبة أبونا أنطونيوس باقي إنه ما جاش لوحده، أيوة جاب معاه مع مرتب الكنيسة عشان يعلم ألحان، فكان معتبر أول رسول يبعثه البابا شنودة إلى أمريكا، وفي صحبته مرتب للتعليم. فكان هو معلم للكنيسة والمرسل معلم للأذهان لإنشاء شمانتر الكنيسة. حلو خالص. الحقيقة الفترة اللي قعدها معانا كانت فترة صغيرة 30 يوم، لكن لا تنسى إطلاقا من ذاكرتنا، لأنه كان لم يأتوا جهدا مع صحته. يعني احنا طبعا عرفنا انه كان في بعض يعني صحته ما هياش مش شديد قوي، ومع ذلك كان لا يحصل ده انه يلتقط وانه يدور على كنيسه عشان ان احنا نصلي فيها، وفي حين ان هو كان جاي لوحده من غير اسرته، فكان طبعا دي حاجه متعبه بالنسبه له. وفي الفترة الخطيرة اللي انت قضاها معانا أصدر مجلة باسم طريق الحياة، وكمان
أسبوع الآلام أصدر كتاب معبرنا عن الصليب، وقلت يعني اليوم اللي تنيح فيه كان عندي في البيت. وخرج مع مجموعة معهم، طبعا كان هم اللي بيسوقوا العربية. أنا كان وقتها عندي مواتشية في الإمرجنس روم، فطلعت يعني هو خرج من هنا وأنا رحت الإمرجنس روم، يا دوبك وصلت الإمرجنس روم وبعدين في تليفون جاني يقول لي إن أبونا ضمن الثنائية. كان معاهم في العربية وبيتكلموا مع بعض وتوقف عن الكلام، وكانت أنفاسه الأخيرة. وكونك دكتور وكنت معاه في آخر الساعات، أيمشور كان عندك انفعالات كتيرة وتساؤلات كتيرة، لكن أنا متأكدة إن خدمته اللي في المدة البسيطة دي استمرت روحها في الكنيسة، وعشان كده أنت بتتابعنا ومش قادر يعني إن أنت ما تقول لناش الخبرة دي. أنا الواقع إن أنا ما قدرتش أمسك نفسي، لو إني كنت يا دوبك يعني مستلم الفول تايم إمرجنسي روم جاب، فاضطريت إن أنا أنزل مع الجثمان. لمصر، جه مصر. أنت كنت 10 سنين هتسيبونا ما بس قابلته فاكره كويس. فنزلت مع الجثمان وكان البابا مهتم جدا 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 في معرفة كل تفاصيل خدمة أبونا والوضع اللي كان فيه معانا في أمريكا. وكان معايا صور للفيونرال هوم وصور لينا معاه، فيعني أخذني حتى في الأوضة الخاصة بتاعته وحط ده سيدنا البابا يشوف كل الصور ديت ويستفسر عن تفاصيل دقيقة اللي حصل، ومدى يعني تأثرنا طبعا في الوضع اللي كنا موجودين فيه في الفترة الأخيرة ديت. أقدر أقول يعني إنه يعني محبة أبونا أنطونيوس باي للشعب هنا اللي كان في الوقت ده هو زي ما ابونا انطونيوس صغير هو اللي قال دلوقتي انه فعلا ده الكلام اللي قلناه، انه عرفنا الله حينما عرفناك يا ابونا انطونيوس. يعني انا متخيله ان قداسه البابا شنوده اذا كان عنده اي احساس، يا ترى لو ما كنتش بعته كان هيعيش اطول او لا؟ الجمله اللي انت قلتها له دي عرفته ان دي كانت اراده الله انه يوصل، وكانت اراده الله انه يروح السماء علشان بركته وبركه صلواته ترعى كنيستكم، وربنا يدي نعمه وصلوات كل الناس الاحباء والعظماء دول لكنيسته. وبنشكرك جدا على اتفضل. شوف حضرتك في توافق عجيب جدا ان احنا بنحتفل بمرور 40 يوم على انتقال البابا الى السماء. ايوه. ونحتفل بمرور 40 سنه على انتقال ابونا انطونيوس باي. بجد؟ 8 مايو. هم رقم 40 ده زار القديسين بيحبوه. فهم دلوقتي عمالين يقولوا مع بعض الأحداث الحلوة اللي مروا بيها والعظمة اللي في الفردوس. بنشكرك جدا على مداخلتك، أفادتنا جدا. شكرا يا دكتور. الله يسلمك. شكرا يا دكتور. شكرا.
تحب تعلق على تعليق على دخلته عشان معانا مكالمة تانية وتسبونا؟ لا نسمع المكالمة التانية، بس أنا عايز أقول الدكتور ألفريد أنا ما كنتش أعرفه، قابلته مرة واحدة في فندق صغير، طبعا ما كنتش هبقى الواحد جاي من أمريكا، لكن بعد كده بعد بقيت كاهن زرته في روتشستر، لأن كان يهمني أنا أعرف أحداث أكتر عن أبونا أنطونيوس باقي خلال الفترة ديت، لكن أكتفي بكده ونشوف مداخلة تانية. طيب اللي معانا على التليفون أهلا بيك أو بيكي. هلو، هلو، أهلا، هاي. أنا عندي سؤال لأبونا، كنت عايزة أعرف إيه أحسن نصيحة الأنبا شنودة قالها لك قبل ما أنت تبقى كاهن؟ بس أعرف اسمها، ما قلتش اسمها. فيبي. فيبي، أوكي. اسمك حلو كمان. هو يعني سيدنا البابا لما انا اترسمت ايوه قبل ما اترسم خدني نيافه الانبا يعقوبس وزورنا سيدنا البابا وقال له انا هرسم فلان دوت عندنا في الزقازيق، فقال لسيدنا الانبا يعقوبس قال له اللي انا ما عرفتش اعمله عملته انت، وخدها بضحك. بجد. لكن بعد ما اترسمت رحت قضيت ال 40 يوم في البريه في دير البراموس، وطبعا البابا كان بيقعد في دير انبا بشوي، فقبل ما انزل العالم بحوالي 4 ايام حبيت ان انا يعني اخد بركه سيدنا، ويمكن برضو المخرج لو جاب لنا صوره عن لقائي مع سيدنا البابا في الدير قبل ما انزل العالم بحوالي 4 ايام او خمس ده بعد ايام ما اترسمت بعد في ما اخر اترسمت الفتره بتاعت التدريب ال 40 بالظبط يوم. بالظبط يعني على اليوم ال 35 كده في من الفتره دي الصوره اهي. رحت قعدت مع سيدنا في دير الانبا بشوي في المقر، قعدنا حوالي يمكن ساعة ونص وما كانش في حد. دخلت كان نيافة الأنبا بخوميس قاعد معاه، فانتظرت شوية لغاية ما خلص القعدة وبعدين دخلت قعدت معاه. بخوميس القائم مقام القائم الحالي. مقام اللي هو بالمناسبة على فكرة عرفت في القعدة دي إن قداسة البابا تعرف على نيافة الأنبا بخوميس وهو أنبا بخوميس صغير، شاب صغير، في كنيسة الأنبا بشاي عندنا في الزقازيق. هو سيدنا بابا اللي حكاها لي القصه لك يعني. حاجات كتير تفتخر بيها يعني. طبعا الزقازيق دي يعني زقازيق. فالحقيقه لما قعدت مع سيدنا البابا قال لي قبل ما انزل العالم قال لي بص هقول لك على كذا حاجه. قال لي الكاهن ده نكتبها علشان اذا سمح ربنا. يعني قال لي الكاهن عباره عن حاجتين مهمين، افتقاد واعترافات، ودي اللي تريح الناس. دي أول حاجة أنا بقول مختصر يعني. هو طبعا كلمني في الحاجات دي يعني. إن دي اللي تريح الناس. تاني حاجة قالها، طبعا هو اداني يعني كلمتين حلوين في المجال ده يعني، اداني كلام كتير فيه يعني. تاني حاجة قالها، قال العبارة الشهيرة عنه، أنت يا بونا ترتاح الشعب يتعب، أنت تتعب من أجل الشعب الشعب يرتاح. وقال لي أنا عارف أن أنت هتبقى من النوع التاني، تتعب عشان الناس ترتاح. وده بيريحك برضو طبعا، بيريحني نفسيا صحيح. لو حتى في اتعاب جسمانيه او نفسيه، لكن يعني الواحد بيحب بيقدم لربنا ثمره. تالت حاجه قالها لي انا فاكر كويس قوي، قال لي تعبير، قال لي كن اخا بين اخوتك في الشعب، وكن ابنا بين اخوتك الكهنه. يا حلوه، يعني حته كده يعني كهنوتية يعني. الشعب يعني اخواتك والكهنة اولادك. انت في وسطيهم اخواتك. والكهنة انت أبائك. ابنهم لان انت جاي عليهم، فانت ابن كل الاباء اللي قبل كده. الحقيقة الحاجات دي كلها الواحد ما يعني من حين لاخر الواحد يفتكر كلام سيدنا البابا وتأثر بيه، وده منهج، ده منهج. ساعات الواحد بيسمع حاجة ما بيقدرش قيمتها لما الايام تعدي والحياه وخبره الحياه، وتقول دي كانت فعلا نصيحه مهمه جدا جدا. طبعا يعني انا فاكر كويس قوي انه يعني ده كان منهج سيدنا البابا، ودليل على كده ان ساعه اختيار اسقف بعد نياحه الانبا يعقوبس كنا في الزياره للزقازيق بقى. كان ابونا تدرس وكيل المطرانيه للشؤون الاداريه كان موجود، وانا احنا اتنين بس رحنا قابلنا سيدنا البابا، وكان في حاجات عايزه نخلصها يعني في اللو. فقال لنا التعبير دوت ابونا تدرس بطريقته اللطيفه كده هاديه، قال له سيدنا ما تنسناش، خلينا في بالك.
يعني نحن محتاجين حد يعني بعد نياحة أم باكوس أبونا تدرس ده زميلك؟ وكيل. لا ده مش زميل، ده أبويا. ده يعني أبونا قصدي وكيل وكيل المطرانية في نفس لشؤون إدارية في نفس الإبروشية. ما هو الإبروشية. اللي بيدير الإبروشية في عدم وجود حد هو وكيل المطرانية. وأنا كنت عضو مجلس الملي، فروحنا احنا الاتنين مع بعض قابلنا سيدنا البابا. كان في حاجة عايز تخلصها نخلصها يعني. لقيت سيدنا البابا لما ابونا تدوس قال له الكلمتين دول كرر الحكايه دي اللي قالها لي، كان فات بقى عليها مده. الكلام ده مثلا كان سنه 2000 و 2010 يمكن. فقال بص بقى يا اباء، بابا بص لنا كده، بص يا اباء، انبا يعقوبوس كان راجل طيب وكان بيحبه وكان بيريح الكهنه ومريح الشعب، فعايز اجيب لكم واحد يبقى زي انبا يعقوبوس، لانه لو هو تعب، لو انت لو هو تعبكم انتوا هتتعبوا، ولو هو ريحكم انتوا هتريحوا الشعب. يعني فاهمه الفكره؟ طبعا لو الاسقف اتعب الاباء الكهنه، الرأس. الكهنه هيتعبوا الشعب، هيبقوا متضايقين، ولو الاسقف ريح الكهنه، الكهنه هيريحوا الشعب. نفس المبدا اللي قاله لي قبلها بسنوات كتيره، لما ارتاح الناس هتتعب، تتعب الناس ترتاح. دي مبادئ، دي مبادئ أساسية في الكنيسة وضعها قداسة البابا ومحدش حطها غيره. رغم انه بيقولها بكلمات بسيطة بالظبط لكن تعتبر زي الدوسقلية مثلا بالظبط بالظبط بتاعة بالنسبة لنا الرسول. يعني بالنسبة لنا. عظيم خالص. يعني كل ما بتتكلم قدسك بتقول جوهرة يتكتب عليها كتاب في حياة البابا يا ريت المعظم الناس اللي البابا بيقدروا شنود. يكتبوا حاجات زي كده يسجلوا الحاجات دي طب كلها. قدسك حتى سجلها؟ أنا بسجلها معاك دلوقتي. لا ده انت هتليك عندك مخازن كتيرة وحد ممكن ياخدها وتكتب. يعني انا عارفة أتمنى ان الكتابة في حد ذاتها time أتمنى طبعا consuming أتمنى وكده. أتمنى. طيب ايه اللي خلى سيدنا مش هقول يفرط فيك ما يعزكش على انك تروح امريكا زي ما عمل مع المتنيح السيد والدك القمص انطونيوس؟ الحقيقة قبل ما أدخل في النقطة دي اتفضل. أحب أقول حاجة، إنه أنا تلامذت مع سيدنا البابا أكتر في زيارته لنيافة الأنبا يعقوبوس لما كان مريض. اوكي. أنا عايز أقول لحضرتك، سيدنا البابا زار نيافة الأنبا يعقوبوس في مرضه ما يقرب من 8 مرات. طب معلش سيبونا انا عشان ما توهش، يمكن حد من المستمعين تايه زي ناو. الانبا يعقوبس كان واحد من السبعة اللي خمسة، لأن ما كانش سبعة الأول، كانوا كانوا خمسة خمسة. اللي تقسمت الأبروشية بتاعة الشرقية، تمام. وكان الأسقف اللي رسمه سيدنا البابا شنودة سنة 77 77 على منطقة الزقازيق ومنيا القمح، وبروشيت زقازيق ومنيا طيب. القمح، يعني يعتبر من أوائل الأسقفة اللي طبعا هو سنة رسمها. 77 يعني من أوائل المجمع يعني يعتبر. سيدنا أنبا يعقوبس كان هو طبعا مش مجالنا كان أنبا يعقوبس، لكن هتكلم على علاقة سيدنا البابا بأنبا يعقوبس، لأن الحقيقة سيدنا البابا يهتم بالكل، وفعلا بيطبق الآية اللي بتقول كنت مريضا فزرتموني. ساعات الواحد لما يكون مريض مرة يروح له، مرتين يروح، ثلاثة يروح، لكن في خلال ال4 سنوات الأخيرة من حياة نيافة الأنبا يعقوبس سيدنا البابا زاره ما يقرب من 8 مرات. ما بين رغم هو كان مريض برضو كان مريض، وأنا فاكر مرة من المرات أنه دخل عليه سيدنا البابا وكان تعبان، ودي هنشوفها في الصور دلوقتي، المخ ممكن يجيب لنا كل الصور بتاعت زيارة سيدنا البابا للأنبا يعقوبس. عايز أقول إن آخر مرة زاروا سيدنا البابا كان سيدنا البابا راجع من رحلة علاجية صعبة في بره. دي زيارة سيدنا البابا في مستشفى هليوبلس، دي كانت سنة 2001، كان نيافة الأنبا يعقوبس وقع فعمل عملية كبيرة في رجليه في مستشفى هليوبلس، وسيدنا البابا شنودة هو اللي وطى عشان هو بياخد بيقبل اسقف زي ما انت شفت حياتك كده. فيعني كانت علاقة قوية وحلوة وفيها محبة.
هنا كل أعضاء المستشفى دول كلهم مش مسيحيين، يعني قليل يمكن واحدة بس اللي قدامي هي أنا مسيحية. عارفة مستشفى هليوبي. أنا عايز أقول لحضرتك في اليوم دوت، طبعا هم جابوا له الدفتر، عشان ليه جابوا له الدفتر يمضي؟ اللي حصل في اليوم دوت بالظبط إن نيابة الأنبا يوأنس اتصل بيا بالليل الساعة 8 الأنبا وقال لي، يؤنس سكرتير سيدنا البابا الحالي. الحالي، وقال لي ده كان سنة 2001، وقال لي سيدنا البابا جاي بكرة يزور أنبا يكوبس في المستشفى. فانا الحقيقه يعني كنت انا قاعد مع سيدنا على طول، فهعمل ايه؟ قال لي، قلت له الساعه كام؟ قال لي على 9 الصبح كده. قلت له طيب. فنزلت اداره المستشفى، قلت الانبا يكوبس، ونزلت اداره المستشفى عشان اقول لهم. كان بالليل، وكان فاكر كان تقريبا ماتش مصر والجزائر، وكان الدنيا ملتهبه قوي، ولقيت الدكاتره النبطشيه قاعدين حوالين التلفزيون يتفرجوا. وبعدين جبت واحد من فضلك ومعاهم مبارك ولا ما كانش؟ ما اعرفش. فالمهم جبت واحد قلت له من فضلك عايز اقول لك على حاجه. قال لي ايه؟ قلت له قداسه البابا شنوده جاي بكره يزور الاسقف بتاعنا اللي مريض في اوضه كذا. الراجل اتخض وقال لازم نبلغ مديره المستشفى. قاموا كلهم منطولين، سابوا الماتش، كلموا مديره المستشفى. مديره المستشفى قالت له انا جايه لكم حالا. انا ما كنتش عارف ليه. لما جت قالت لي ده اول بطرك يدخل مستشفى عام، مستشفى هليوبلس عندنا. يمكن في صورة كمان بعد دي على طول لزيارة سيدنا البابا، دي ليها قصة لطيفة قوي. ده طاقم المستشفى كله. الحقيقة لقيت المديرة بتقول لي ممكن نطلب من سيدنا يقعد مع إدارة المستشفى، ده احنا ده حدث تاريخي. عارف بقى نظام مصر لما يوضبوا الشوارع وبتاع، عملت الدكتوره دي مديره المستشفى عملت البدعه في المستشفى. وبقى كليل ورد وبوكيهات ورد وفرشت سجاد في الطرق، او حاجه كانت لا مش مسيحيه، بس عارفه قيمه، بس عارفه قيمه سيدنا البابا. ما انا بقول لحضرتك احنا ناخد من سيدنا البابا كل شويه، ناخد منه تاثيره في الاخرين. الكلام ده كان سنه 2001. فقالت البابا شنو ده هيجي لنا، لازم المستشفى تبقى على. قالوا لي بعد كده ان لما بيجي وزير الصحه يزور ما بيعملوش عملوه مع سيدنا البابا. واصرت الست، قالت لي ممكن نقعد. قلت لها انا مش في ايديا القرار. فلما جه انبا يؤنس قلت له، قال طب نسال سيدنا البابا. سال سيدنا البابا، قال ما عنديش مانع. بعد ما خلص الزياره فوق، الصوره لو حضراتكم جبتوها اللي فاتت ديت، قعد معاهم في اجتماع وكان في الصيام الكبير. فقدموا لسيدنا البابا حاجه، كلنا قاعدين. فقدموا لسيدنا البابا وكل اللي قاعدين حاجه ساقعه تحيه يعني. فالبابا بص لنا، عارف كلنا صايمين، فبص لنا كده وقال لهم متشكر انا ماليش في الحاجه دي الساقعه. فالست طبعا يعني لحوحه شويه ومبسوطين. قعد اداهم كلمه، الحقيقه ما انساش الكلمه ابدا، على المريض والدكتور. يعني وقال لهم الايه بتاعت المسيح قال كنت جوعانا كنت عطشانا كنت مريضا فزرتموني. فابتدى يديهم امثله ازاي يبقى الانسان الطبيب بيترفق بالانسان المريض. الحقيقه كان لقاء يعني جميل الى اقصى درجه. بس عايز اقول حاجه مهمه. احو جابوا له شاي. فقال قال لهم متشكر معلش. فالست قالت له يعني مش عايز اشرب عنها حاجه، ده بتاع ده التحيه. انا عارف ان سيدنا بابا صايم، مع ان برضه كان سيدنا بابا كبير في السن. يعني ده اكبر مثال للناس اللي بيكسلوا في الصوم الكبير، ان هم يعني سيدنا بابا في صحته وفي كبر سنه، الا ان هو كانت الساعه بقت 12 مثلا تقريبا. كان بقينا يعني دخلنا في حاجه زي كده، انه متاخروا شويه. المهم كلنا قاعدين ما شربناش طبعا، انا كلنا قاعدين غالبا كنا بننزل نصلي قداسات. انتوا طبعا ما شربتوش عشان سيدنا ما شرب. لا، وعشان كلنا صايمين، ما هو كل صايم يعني. لا، لكن هي الفكره انه البابا عمل حاجه بقى لطيفه في الحكايه دي. راحوا جابوا له قهوه. يا حاولوا بكل المحاولات. فراح عمل حاجه يعني ما انساش ابدا. راح واخد شفطه كده تقريبا يعني بل لسانه كده، وحطها قال لهم متشكر خالص. علشان خاطر يرضيهم. يعني عارفه الفكر ان انا مش عايز احرجكم. يعني حاسس باللي قدامه انه بيعمل كل حاجه عشان يعني البابا يبقى مبسوط وفرحان. واجبات. وهو ما كانش هيصلي قداس يعني. يمكن بعض الاباء الموجودين كان هينزلوا يصلي قداسات بعد كده من واحده لاثنين او من اثنين، لكن هو مش هيصلي قداس، وراجع على مقر البطريركيه. فخد شفطه كده بسيطه او يعني لمس كده ومتشكر خالص ربنا عشان هم يرتاحوا ويحسوا ان هو. دي كان إحدى زيارات سيدنا البابا.
بعد كده زار سيدنا البابا بقى نيافة الأنبا يعقوبوس مرات كتيرة في نفس المستشفى. فينا، لا في مستشفى تاني، دي كانت في مستشفى مركز الحياة في القاهرة وهو بيبارك سيدنا الأنبا يعقوبوس. دي كانت سنة 2007، ده كان قاعد سيدنا بقى كان قاعد بقى، بس بابا جه زاره برضه، وكان فرصة إنه بيفتقد كل المستشفى كمان. دي كلها زيارات، دي الحقيقة كانت آخر زيارة، دي اللي أنا بقى عايز أعلق عليها حاجة، اتفضل. إن سيدنا الأنبا يعقوبوس دي كان آخر مرة أشوف فيها سيدنا البابا. معلش أسألك، سيدنا الأنبا يعقوبوس أكيد أصغر من سيدنا البابا طبعا سن، لا اتنيح لأن هو اللي حوالي 64 سنة 65 سنة، كان صغير البابا. كان سيدنا البابا كان لسه راجع من رحلة علاجية صعب قوي، ويمكن شايفه وانا بحاول اقومه من على الكرسي، كان ظهره تعبان تعبان. تعبان مش قادر، لكن فعلا بيدي مثل لكل واحد فينا من الكهنة، ازاي انا اكون شايف واحد تعبان حتى انا تعبان بس ده مش قادر يتحرك اروح له لغاية عنده. وده كان سيدنا البابا انبا يعقوبس في يعني في نهاية الشهرين الاخرانيين من حياته، أو يمكن الشهر الأخير كمان. وكان سيدنا الأنبا شنودة حريص جدا جدا على إنه يعرف كل حاجة عن سيدنا أنبا يعقوبس. عايز أجيب كمان في اللقاءات في كليفلاند، أيوة دي كان سيدنا البابا قعد فترة من شهر مايو أو يونيو لما اتكسرت رجل سيدنا البابا في مصر، وجه كليفلاند قعد حوالي 4 شهور برضه. الصورة ديت كان أنبا يعقوبس تعبان وكان محتاج إنه يعمل ترانسبلان للليفر، فروحنا كليفلاند. البابا كان مهتم جدا جدا بالأنبا يعقوبس. قعدنا شهر كامل كل يوم نطلع نقعد مع سيدنا البابا في نفس المكان اللي هو قاعد فيه. مرة سيدنا أنبا يعقوبس قال لي بلاش نطلع بقى عشان ما نتقلش على البابا، لان نيافة الانبا يعقوبس بيفهم انتوا فين، البابا بيسال عليكم فين، عايز يقعد مع انبا يعقوبس. انبا يعقوبس كان مسافر، ما كانش عارف طبيعه المرض بتاعه، ويمكن لو جبنا بعض المشاهد طبيعه في المرض بتاع انبا انبا يعقوبس يعقوبس نفسه. هنا سيدنا البابا بيسالني عملته ايه في المستشفى، بحكي له ايه الحاجه، حتى بشاور بايديا كده بحكي له ايه اللي حصل وهيعملوا ايه وهيشيلوا ايه. فالبابا اتاثر قوي وراح قفل عينه كده، يعني حاسس ب عز عليه ان عز عليه سيدنا انبا يعقوبس. كنا ساعتها خلاص هنرجع بقى مصر، مفيش يعني أمل، مش هنعمل حاجه هناك في كليفلاند يعني. لكن كمان لو المخرج يجيب لنا مقاطع من صلاه الجنازه على سيدنا انبا يعقوبس. سيدنا البابا جه، عايز اقول لحضرتك البابا رجع من الرحله العلاجيه في شهر اكتوبر، واول زياره يطلع بره مصر القاهره يعني، يجي يصلي على انبا يعقوبس في نوفمبر. كنا خايفين جدا جدا ان يحصل حاجه البابا رجليته يعني تتعبه تاني. عايز اقول لحضرتك بقى وهو في كليفلاند، اول ما وصلنا كليفلاند انبا يعقوبس ما كانش عارف حقيقه مرضه، هو كان عنده كانسر في الليفر. فبالليل انبا يؤنس قال لي تصلي بكره قداس، كنا لسه واصلين، قلت له اصلي، نزلت مع انبا يؤنس صليت قداس وانا راجع، قلت له سيدنا في حاجه عايز اقول لك عليها، انت صديق لسيدنا انبا يعقوبس، ممكن تقول له طبيعه مرضه عشان احنا بكره عندنا علاج، عن رايحين الدكتور بدل ما يفاجئ. قال لا 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 انبا يؤنس، لا لا الدكاتره هنا هيقولوا كل حاجه. بس انبا يؤنس راح قال لسيدنا البابا، فلما دخلنا راح البابا بقى جابه وقعده، قال تعالى انبا يعقوبس اقعد جنبي في حنيه غير عاديه، وقال له بص يا انبا يعقوبس، انا كنت طبعا حاضر ما كنت، الدكاتره هنا غير بتوع مصر، هنا يقول لك كل حاجه في وشك، فانت تقبل منهم اللي هيقولوه وتقبل العلاج. يا ريت المخرج يجيب لنا القطعه دي اللي قالها قداسه البابا في جنازه سيدنا، قال نفس الكلام بالظبط ان انا قلت الله لا يسمح ان الناس يعيشون على الارض الى الابد، كلما يعيشون كلما يشيخون، وكلما تدركهم الامراض والالام والاتعاب، حتى ان بعض الشعراء قال المرء يأمل أن يعيش وطول عيش قد يضره، تفنى بشاشته ويبقى بعد حلو العيش مره، وتخونه الأيام حتى ما يرى شيئا يسره. ونيافة الأنبا يعقوبس كانت
قد أصابته أمراض عديدة منذ زمن، وقطع الجراحون أعضاء من جسمه، وأنا زرته في المستشفيات أكثر من مرة، وأتذكر أنني عندما كنت مريضا أعالج في مستشفى كليفلاند بأمريكا زارني هناك، وكنت قد بدأت أعلم حقيقة مرضه تماما، فقبل أن يذهب للكشف عليه قلت له: يا أنبا يكوز، الأطباء هنا في أمريكا لا يجاملون، هيكلموك بصراحة تامة، فأنت ما تتضايقش. وفعلا قالوا له: أنت عندك كانسر في الكبد، سرطان في الكبد. وبعد يومين زارني في المستشفى أيضا، والعجيب أنه كان بنفس مرحه ونفس هدوئه، كأنه لم يسمع ما قيل له. واتفق على أنه يرجع إلى مصر ويعالج عند مجموعة من الأطباء الفرنسيين الكبار الذين سيحضرون إلى البلد وهم خبراء في هذه الجراحات. ووجد المتبرع الذي سيتبرع له بجزء من كبده، ولكن قصد الله كان فوق كل هذا، فدعاؤه إليه إلى العالم الآخر. بيكم تاني أحبائنا بعد المقطع الحلو اللي سمعتوه عن اللي قاله سيدنا البابا شنودة في صلاته اللي أقيمت في الزقازيق للأنبا يعقوبيوس، وهو اللي كان رسم الأنبا يعقوبيوس، وما كانش صديق لي من زمان، يعني رغم اهتمامه بي ما كانش مثلا معاه من الطفولة من قبل. لا بس هو طبعا اللي رقاه أسيس، هو اللي بعته أمريكا، وهو اللي اختاره للأسقفية، وطبعا ابن من أولاده يعني. بس أنا قصدي تقييمه للإنسان يعني. ملوش دعوة بأعرفه من زمان أو أعرفه من دلوقتي. الحقيقة وإحنا قاعدين في كليفلاند كان نقعد قعدات طويلة بقى مع سيدنا البابا بالليل، فتذكرت إنه سيدنا أنبا يعقوبوس والبابا كان ذكرتهم هما اتنين قوية. وأعتقد في مشهد من الفيلم دوت أو من الجزء دوت البابا بيقول إن ذاكرة الأنبا يعقوبوس حديدية، لأنه كان عمالين يردوا على بعض بالتواريخ. وبعدين قال له قداسة أنبا يعقوبوس، قال له: يا سيدنا، أنا كنت بحضر لك عظات وأنت أسقف تعليم في بنها، وقلت عظات كذا في بنها بتاريخ كذا وكده الساعة الفلانية وكده. فواضح إن أنبا يعقوبوس تتلمذ على إيدين قداسة البابا من قبل ما البابا يعرفه. بالظبط كده. وما ناس خدام الله كلهم ربنا بالزبط. بيعطيهم مواهب، من أهمها الذاكرة القوية اللي كلنا دايما نقول إزاي أبونا فاكر وإزاي سيدنا فاكر وكده. سألتيني سؤال مهم قوي. قلتي لي إيه ظروف سفرك لأمريكا؟ اللي خلى سيدنا بعد ما بعت السيد والدك القمص أنطونيوس برضو ما يعزش عليه انه يبعت ابنه كمان، يا اما بيحب امريكا قوي يا اما بيثق فيكوا قوي يا اما الاثنين. الحقيقه قبل ما اقول الموقف بتاعنا، انا اجي هنا احب يعني انا مدين لقداسه البابا بحاجات كتيره من وانا صغير، ومهما عملنا من حلقات مش هتوفي حقه طبعا. لكن فاكر حياتك ما قلت لك كنت قاعد انا وابونا تدرس في اللقاء مع سيدنا البابا عن بخصوص ابروشيه؟ لا، ابونا تدرس وكيل المطرانيه عندنا بخصوص الابروشيه.
بعد ما خلصنا اللقاء واحنا خارجين سلمنا على سيدنا البابا، وخرج ابونا تادوس وانا خرجت، وانا ماشي قلت له سيدنا حللني قداستك، انا عايز اسافر امريكا، كنت بسافر كل سنه لاختي هنا. وهو عارف اختي كويس طبعا اللي هنا، فقال لي ما فيش مانع. وبعدين خرجت راح ناديني قال لي تعالى يا ابونا انطونيوس انت تسافر امتى؟ فقلت له على اول 6 يا سيدنا. الكلام ده كان في شهر 5. قال لي طيب اجل سفرك لبعد العنصره. فقلت له نيفتك هترسم قدستك هترسم لنا اسقف في العنصره؟ قال لي لا انا هرقيك قمص. فرحت واقف كده مبلم يا سيدنا انا ما استاهلش. قال لي اسمع الكلام هرقيك قمص. ويمكن في بعض الصور لترقيه القمصيه في مع اليوم ان ده قدسك مش من طبعا. القروشية لا يعني ويمكن او انا مش عايز اجزم بكده، لكن يمكن انا الوحيد او ربما من الاعداد القليله قبائل. اللي رسمهم البابا امامسة مش من ابروشيه البابا. لكن عايز اقول معلومه صغيره هنا، لما سيدنا بابا قال لي كده سكت وخرجت ومش عارف اتكلم. قابلت نيافه الانبا ارميه، فقال لي قعدت مع البابا وعمل قال ده كل المفاتيح بتاعت المطرانيه، وبالمناسبه اليوم ده البابا ادانا مفاتيح المطرانيه وقال انا مش هجرد، اجردوا انتوا المطرانيه بتاعت انبا يعقوبس وقولوا لي فيها ايه وخلاص. نوع من الثقه في اداره المطرانيه يعني. قلت له قلت له طب انما انت عارف كده سيدنا بكلم انبا ارميه ايه موضوع الاموسيه؟ قال لي ايه موضوع الاموسيه ده؟ قلت له البابا قال كذا كذا كذا. قال لي بص في ما كانش حاجات، يعرف. قال لي في حاجات في دماغ البابا ما بيقولهاش لحد عموما يعني، يعني خلي الموضوع دوت كده في سرك لغايه ما نشوف هيحصل ايه. بعديها مباشره تم تحديد، وما قلتش لحد خالص حتى اسرتي، ما حد ما قلتش لحد. بعديها تم تحديد اسم نيافه الانبا تيموساوس عشان يكون اسقف لابروشيه الزقازيق، فاصبح صيامه الانبا تيموساوس اسقف للابروشيه هيكون في نفس اليوم عيد العنصر، عيد العنصره اللي المفروض ان انا هترقى في قمص. فكلمت انبا ارميه قلت له سيدنا مش معقول ان انا هترقى في نفس يوم البتاع ده، خلاص في اسقف جاي يعني. فقال لي طب ودي فيها ايه؟ عموما نسال سيدنا البابا. فسال سيدنا البابا فقالوا لا انا اللي عايز احط ايدي عليه. بقيت برضو متشكك الحقيقه. دي الصوره ديت يوم ترقيتي قمص بالليل، دي زوجتي ورحنا كان سيدنا بابا بيعمل حفله لان اترسم فيها نيافه الانبا مايكل وبعض الاباء الاسقفه، ودعوني احضر الحفله بما اني انا اترقيت قمص في نفس اليوم الى العنصره بالليل، فاخذنا بركه سيدنا البابا. فقال لي ايه بقى سيدنا انبا ارميه؟ قال لي بابا بيقول لك هو عايز يحط ايده عليك. انا ايه قلقان. فرحت يوم الخميس اللي قبل السبت، بابا بينزل لجنه البر، سلمت على سيدنا البابا وقلت له سيدنا يعني متشكين على نيافه الانبا تيموساوس وكده. فقال لي ربنا يكون معاكم. مشيت خطوتين كده قال لي ابونا انطونيوس يوم الحد تيجي بدري عشان حرقيك قمص. فرحت ساكت كويس. بقيت الحقيقه في اليوم دوت رقى برضو قدس ابونا يوحنا باقي عمي، هو معايا في الصوره اللي فاتت ديت، رقى ابونا يوحنا برضو قمص، كنا احنا بس الاثنين امام صار. بس قدس ابونا يوحنا من تبع البابا طبعا، القاهره. مرقس كليوباترا تبع قداسه البابا طبعا يعني. طب فالحقيقه كان سؤال، هو رسم سيدنا الاول طبعا ولا رسمت رقاك الاسقفه. لا رسمت الاول؟ الاسقفه الاول. بس في حاجه مهمه برضو في الحكايه دي اعتقد معروفه للكل، انه لحين تجليس الاب الاسقف الجديد على الابروشيه تظل الابروشيه البابا. مع البابا. يعني ما تعداش على اي حاجه. لا هم كلهم ولاده، ما فيش ما حاجه اسمها طبعا تعدي يعني، طبعا كلهم يعني اولاده انا يحبوه يعني. بس عايز اقول انه الحته دي يعني معروفه في التاريخ في الكنيسه، تظل الابروشيه تحت قياده البابا لحين تجليس الاب الاسقف الجديد. بس يعني انا قصدي كان على الاقل ياخد رايه لو هو كان جلس على الكرسي طبعا. الاول. لا متهيألي لو كان جلس على الكرسي الاول يعني كان ياخد المفروض رايه. هيبقى في اتفاق بينهم في حاجه زي كده. المهم عايز اقول ان انا بعتبر الحكايه دي حقيقه اكليل ليا، وفي نفس الوقت لما حاجه افسرها واخد منها يعني ثمره حلوه لسيدنا البابا قد ايه هو وفي، مش ليا انا، لابونا انطونيوس باقي الكبير اللي هو يعني صديق عمره، انه بيحاول يعني يعمل حاجه كده يعني لابنه في صوره ترقيه او حاجه. أو كان من تخطيط وترتيبات الروح القدس إنك ده توصل حاجة أنا هنا ما أعرفهاش الحقيقة. لدرجة قمص. دي حاجة أنا ما أعرفهاش الحقيقة.
لكن بعديها بسنة تقريبا، طبعا نيافة الأنبياء بسوس جه وراجل بركة، وفعلا تحققت كلمة سيدنا البابا شنودة لما قال أنا أجيب لكم إنسان زي أنبا يعقوبس طيب، ويقدر إن هو يريح الكهنة والكهنة يريحوا الشعب. فعلا تحققت في نيافة الأنبا تيموثاوس. وبعديها بحوالي سنة كنت أنا هنا في زيارة في أمريكا ورجعت مصر، وبعدين لقيت نيافة الأنبا بطرس بيكلمني في تليفون بيقول لي سيدنا عايزك. الكلام ده كان حوالي يمكن سنة يوم 24 يوليو سنة 2010، يعني يا دوب بعد عيد العنصر. لا بسنة بقى، أنا بعدها اترقيت بسنة يعني. بسنة. فقلت له البابا عايزني دي حاجة. سيدنا أهلا، ازيك يا أنطونيوس، عامل ايه؟ كلمتين كده. كان البابا ساعتها في أمريكا، كان من أمريكا، قال لي كنيسة كذا هي اللي أنا بخدم فيها دلوقتي العهد ماري يوحنا، ومفيهاش كاهن ومحتاجينك هناك، وأنت رأيك ايه؟ ما قدرتش اقول له حاجه، تحت امرك يا سيد. لما كلمت بعد كده بعض الاباء قالوا لي شوف، لما البابا يتصل بنفسه بحد يبقى معناها حاجه من اتنين، عايز يتاكد ان انت مرتاح، وعايز يتاكد من انك مش هترفض. ما هو البابا لما يطلب مش هيرفض. ودي اول مره ازور قداسه البابا بعد ما جيت هنا امريكا للخدمه، دي كانت في 2011. الحقيقة ما قدرتش أقول حاجة لسيدنا البابا، قلت له طب يا سيدنا لما تيجي قداستك أقدر إن أنا أقعد مع قداستك ونتفاهم في الموضوع ده. ولما رجع سيدنا بابا من أمريكا كان يوم 10/10، رجع 10/8 أخطيت، قابلت يوم 16/8 نيافة الأنبا أرمية كلمني وقال لي سيدنا عايزك النهاردة، فرحت. كنت بحاول أقول لسيدنا البابا شوية يعني سيدنا أنت، يعني ما لقيتش غيري، وقعدت يعني أحاول أعتذر بطريقة لطيفة شوية. وهو كان مستمع جيد جدا، وادانا درس تاني في ان ازاي الاب الكاهن او الاب الراعي يبقى دايما بيسمع اكتر ما بيتكلم. قعد رغم مستمع انه هو مستمع، المفروض الناس قدامه هو يقول تسمع روح خلاص انتهت، انت وتسمع. بطرك بابا الكنيسه روح وانتهينا، يعني من غير ما يكلمني ده يبلغ اي سكرتير، حد من الاباء السكرتير يقول له فلان يروح. لكن الحقيقه لقيت سيدنا بابا قال لي بنفسه انا عايزك تروح. طب يا أستاذ أبونا، ما دام وصلت لنا للولايات المتحدة ناخد مكالمتين، كل مكالمة معنا مكالمة من كاليفورنيا لمدة دقيقتين. أهلا وسهلا دكتورة اعتدال، أهلا بيكي. هلو، أيوة أهلا بيكي حبيبتي، اتفضلي. أهلا يا دكتورة شهيرة. أهلا حبيبتي. أهلا بيكي يا دكتورة شهيرة. و انا سامعاكي حبيبتي كملي. احنا انا سعيده جدا ان جه فرصه ان حضرتك يا دكتوره تستضيفي ابونا انطونيوس باقي، خدت بركه، وناخد كل الناس تسمع ذكرياته الحلوه مع سيدنا البابا، وخاصه التوصيات اللي قالها له زمان قوي لما اترسم كان عن الثلاث حاجات المهمه، والاعتراف والاعترافات والافتقاد، وانك تتعب والشعب يستريح، والثلاث توصيات دول فعلا ابونا انطونيوس باقي يعني ماشي ورا كلام البابا مظبوط جدا جدا. لان انا من كنيسه سانت ماري اند سان جون. اهلا بيك. البابا يعني عمره، انا زرته في كليفلاند في سنه 2010، كنا عندناش كاهن لنا سنة ونص عشان نترجع نطلب منه كاهن، فقال لي أنا جبت لكم كاهن، وحكالي عنه، وعمره ما اتكلم قدامي في أي حاجة عن أي كاهن إلا أبونا أنطونيوس باقي، وذكر لي والده كان صديقه أبونا أنطونيوس باقي الكبير، وقال لي أنا جايب لكم كاهن مش محتاج حد يشغله، ما هوش محتاج مطران عشان اسقف عشان يشغله، ولا محتاج كاهن اكبر منه يشغله، جبت لكم كاهن هو بينام ويصحى يفكر في الخدمه ويفكر يعمل ايه. والحقيقه انا سعيده جدا انك استضفتي ابونا انطونيوس باقي، ونسمع ذكريات البابا شنوده دي كلها، وهو يعني الانبا يعقوبس يعني كان اول كاهن جالنا في سان فرانسيسكو لما اشترينا كنيسه الأنبا أنطونيوس سنة 76، وكان هو أبونا غصون.
والبابا جه زارنا في سنة 77 في مايو، وأخذ أبونا أغاصون ونزل رقاه الأنبا يكبس وجلسه في الزقازيق. دي نقطة جديدة دي خدم في البي إيريا. وبعدين أبونا أنطونيوس باقي آخر كاهن جالنا في كنيسة العذراء وماري كيرجيك وسان جون، اللي هي برضو اسم كنيستهم هناك العذراء وسان جون في الزقازيق. ويعني أنا بشكر جدا إن كل الذكريات بتاع أبونا أنطونيوس مع قداسة البابا إننا نسمعها كلها ونتمتع بيها. دكتورة اعتدال انك دايما بتستضيفي وتقومي بمجهود كبير في اللغة. دكتورة اعتدال انا نشكرك جدا لانك قلت لنا نقطتين حلوين خالص، واهم حتة فيها قلتيها ان البابا المعظم الانبا شنودة الثالث بيحبكوا قوي علشان يبعت لكوا اعز الناس، و الناس اللي بيعتبرهم زي يعني يعتبر ابنه من 10 سنين، فربنا يثمر في خدمته. وأكيد لما الشعب يبقى بيعرف ربنا عن طريق الكاهن وخدمته هيبقى الكاهن مرتاح والشعب مرتاح، فخلوا بالكم منه لأن ده هدية عظيمة من البابا شنودة. أنا حابب أشكر الدكتورة اعتدال على مداخلتها، أشكرها على مداخلتها، ربنا يعوضها. نشكرك خالص يا دكتورة. ومعنا مكالمة تانية، أهلا اللي معنا على الخط يتفضل. ألو مساء الخير. مساء النور، أهلا. أنا اسمي باسم من ولادة أبونا أنطونيوس من الشرقية رقم الزقازيق. يا أهلا وسهلا. أهلا يا باسم. أهلا يا باسم، أهلا حبيبي، إزيك؟ تابونا وحشنا كتير. وانت اكتر يا حبيبي. انت بتتكلم من مصر يا باسم؟ لا من كاليفورنيا. من كاليفورنيا، اهلا بيك، اتفضل. انا هكمل بس على مكالمه الدكتور اعتزال اللي فاتت. على قد ما في ناس فرح هنا ابونا انطونيوس جه هنا الاوكرانيه هنا في كاليفورنيا، بس يعني دي طبعا مش عايز اقول لحضرتك، زعلانه كتير واصحابي على الفيسبوك واصحابنا كتير في الكنيسه الخدام كلهم زعلانين جدا على ابونا انطونيوس. طبعا شعره نشاط خسرتها الكنيسه جامده قوي، بس كسبتها هنا طبعا الكنيسه. يعني احنا يعني ذكريات ايه ولا ايه نفتكرها ابونا انطونيوس طبعا، بس عايزين نساله سؤال واحد بس، يا ريت بس يقول لنا في حاجه كانت دايما عند بابا شنوده لما كان بيروح الدير كان عايزين نعرف بيعمل ايه، بس يعني لازم نعرف كان بيعتكف، كان بيعمل ايه وكان بيقضي وقته ازاي، لما كان بيزعل كان بيعمل ايه كده. ابونا انطونيوس بتقول لنا يعني. طيب بنشكرك على مداخلتك يا استاذ باسم. وبالنسبه لربنا كل فرد بنفس الأهمية، والبابا شنودة كان بينظر بنفس الطريقة، علشان كده إذا كان رأى أن كنيستكم محتاجة لأتسبونا أنطونيوس عشان كده بعته، فمعلش لأهل الزقازيق أكيد ربنا يبعت لهم الصالح برضه. اتفضل يا أتسبونا، كان بيعمل إيه سيدنا في الهيكل قصدي في الدير؟ هو سيدنا البابا كان يجي دايما الدير يوم السبت الصبح بدري، ساعات يتأخر شوية، نروح الدير يقعد شوية وبعدين يطلع على اسكندرية سبت وحد، يرجع الاثنين يقعد الاثنين كله ويرجع التلات عشان خاطر من الدير عشان خاطر يعمل البعضة بتاعته من الأربعة. البابا كان في, 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 في الدير يصحى بدري ويتمشى ويحب الطبيعة قوي، وكان يكتب كتير كتب وقعد، وكان يطلب من الاباء اللي حواليه يعني سيبوني شويه عشان اركز. والبابا كان فيه عاده حلوه قوي يعلمها لنا، عمره ما نزل محاضره يديها الا ما يكون محضر. يعني رغم عظمته وكل اللي يعرفه، وده لو بس فكر كده شويه هيقول كل حاجه، بس كان دايما يقعد يحضر امانه. ومثلا نقول اسال وانا صغير كده، هو بابا قافل على نفسه بيحضر وعظه يوم الاحد بتاعت اسكندريه نمره 2500 مثلا. كتير كتير يعني. فبقدر درس لينا ان الاب الكاهن او الخادم بصفه عامه ما يستهينش بعقول الناس، لازم يكون محضر ويقول لهم حاجه كويسه يقدروا يستفيدوا بيها. دي حلوه قوي دي، لان انا اعرف يعني مدارس احد هنا كل حاجه موجوده على النت، قبلها بكام ساعه ادخل على النت وحضر الدرس. فدي مش المستوى بتاع الامثله الحلوه زي القديس البابا شنودة. الحقيقه يعني لو قعدنا نتعلم من سيدنا حاجات كتير يعني بجد
اعتقد هيغير فينا كتير بالتعليم اللي احنا نقدر نقعد نتلمذ على ايده. كمان سيدنا ابو بكر كان يحب يقعد مع الاباء الرهبان، وكان يحب يشوف كل حاجه بنفسه في الدير، بالذات دير انباب شوي. هو الاول فتره كان بيقعد في دير السوريان، بعد كده ابتدى ينقل المقر البابوي لما اتبنى مقر بابوي جديد في دير الانباب شوي. قبل ما نبتدي نختم وناخد النقط اللي قدسك ذكرتها عن تعاليم ومواهب البابا شنودة واستعماله ليها، تجمعهم لنا كده علشان ناخد مكالمة دكتورة سهير حنة. هلو، مساء الخير. مساء النور. سلام يا بونا. سلام يا دكتورة. أهلا وسهلا بك. أنا بتكلم النهاردة في ذكرى الأربعين لسيدنا البابا، وبقول ربنا ينيح نفسه وينفعنا بصلواته. وكان عندي بس حاجة صغيرة قوي أقولها بالنسبة لأبونا أنطونيوس باقي الكبير. أنا الحقيقة ما عرفتش أبونا أنطونيوس باقي في حياته أو ما شفتوش، لكن عرفته من خلال كلمات سيدنا البابا عليه في يعني مناسبات مختلفة، يعني في أعداد خاصة، في اجتماعات قدام، في وعظات. يعني سيدنا خلاني حبيت أبونا أنطونيوس باقي الكبير من غير ما أشوفه ولا أعرفه، من كتر الكلام اللي كان بيقوله عليه، وقد إيه إن هو في فترة 50 يوم قضاها في أمريكا عمل أعمال عايزة سنين من كاهن آخر عشان يقدر يعمل نفس الأعمال دي. فكان بيتكلم عليه على إنه يعني الكاهن الذي لا يهدأ ولا يستريح، يفتقد أولاده، يخرج يفتقد طول النهار، يرجع بالليل خالص متأخر رغم إن ظروف الصحية مش كويسة، لكن هو مشي بالآية اللي بتقول من وعد نفسه يضيعها ومن أضاع نفسه من أجل يجدها. فأنا بس حبيت أقول الكلمة دي لأن سمعت الكلام ده شخصيا من قداسة البابا. فربنا ينيح نفس أبونا وينيح نفس سيدنا وينفعنا بصلواته. شكرا دكتورة. قبل ما تمشي يا دكتورة سوير، أيوة، أنا عارفة أن أنت عندك ذخيرة وكنوز كبيرة كتيرة من مقابلاتك مع البابا شنودة، اللي كان بيعتبرك زي بنت ليه وولادك زي، قوللنا حاجة كده من اللي تعرفيها أو من علاقتك أو احتكاكك بيه، خصوصا لما كنت بتزوريه في كليفلاند كل مرة يجي. الحقيقة هي حكايات كتير قوي عايزة يعني وقت طويل، وانا عارفة ان وقتكم قرب، بس انا هقول بسرعة حكاية وقتها فعلا حصلت في كليفلاند. كنت زرته اخر مرة، مش المرة الاخيرة دي اللي هو رجع فيها مصر، المرة اللي هي قبل العيد. زرته، بروح اقعد يعني فترة شوية كده مع سيدنا، فيسأل بقى يعني قد ايه هو اب حنين. يعني انا بفتكر القصيده اللي قالها للارشديفن حبيب جرجس، واب انت، هي دي فعلا تنطبق على سيدنا، واب انت. يسالني جيت ازاي من المطار وانا مسافره تاني، يقول لي مين هيوصلك. وفي الزياره دي كنت همشي من كليفلاند، همشي من الاوتيل الساعه 3 تقريبا بعد الظهر، فكان هو في الوقت ده بيبقى مريح. فانا رحت الصبح في اليوم ده وسلمت عليه وقلت له سيدنا لو سمحت صلي لي وباركني عشان انا مسافره النهارده وهمشي الساعه 3. ففعلا صلى لي وباركني وكل حاجه، وفاجأ ان ابونا ميخائيل ادوار جاي يقول لي سيدنا قال ان قبل ما تمشي انت نصحيه عشان يسلم عليك. فقلت له لا يا ابونا، ده انا خلاص سلمت عليه وخدت بركته الصبح عشان عارفه ان هو هيبقى مريح في الوقت ده. قال لي لا معلش. فانا حاولت اقول لابونا، وهو الحقيقه ابونا ميخائيل ادوار يشهد على الموقف ده، وكان يافت الامبر ويس كمان وبعض الاحباء من ولاد سيدنا. فحاولت ان يعني ما اخليش ابونا يصحيه. قال لي طب من اجل الطاعه هروح اقول له، لو مش عايز يخرج خلاص. ففعلا دخل ابونا ميخائيل وقال له، مفيش دقيقه لقيت سيدنا خارج مع ابونا ميخائيل، وكان قايم من النوم طبعا، واضح انه لسه قايم دايخ يعني، فكان يعني كان هيتكعبل وهو ماشي وانا سندته. فانا ما قدرتش احتمل الموقف وقلت له يا سيدنا
انا مش قادره احتمل، وقعدت اعيط. يعني ما تخيلتش ابدا ان ممكن سيدنا يقوم من وقت راحته عشان يسلم عليا، واوريدي انا سلمت عليه الصبح وخدت بركته. فالحقيقه الموقف ده اثر فيا جدا جدا بدرجه فوق الخيال. يعني استمريت اعيط فتره طويله لغايه ما هو بص في ساعته وقال لي خلاص قومي بقى، زمان السواق مستنيكي تحت. وكان سالني مين اللي هياخدك، قلت له واحد سواق جيت معاه وهو اللي هرجع معاه، فبيقول لي السواق مستنيكي تحت، يلا اتفضلي بالسلام. فده موقف يعني مش ممكن انساه ابدا. وكلمته في التليفون في اخر الزياره وهو راجع بقى، لان وقتها قالوا ما فيش زياره يعني ما قدرتش اروح. فكلمته وهو في العربيه رايح المطار، فبقول له سيدنا كان نفسي اجي اخد بركه قداستك، بس قالوا لي ما فيش يعني مقابلات المره دي. قال لي معلش انت صاحبه واجب طول عمرك، وكأن جيتي وزياده، وصلى لي برضه قال لي ربنا يباركك. فكل الحاجات دي انا يعني حتى انها بركه كبيره كبيره انا ما استحقهاش. وشكرا ان انتوا اديتوني الفرصه دي وطولت عليكم، معلش. لا ابدا، دي كانت اخر مره تشوفي سيدنا، مش كده يا سوير؟ قفلت. اه لحيا انا عايز اقول حاجه في دقيقه بسيطه عن استكمال اللي قالته الدكتوره سهير. اهتمام سيدنا البابا باولاده واهتمامه بالخدمه، يعني هو بيسالها على كل حاجه، مين هيوديك مين هيجيبك. افتكر لما قابلته في مصر عشان يقول لي تعالى امريكا، قال لي كل صغيره وكبيره في المنطقه، وكان المنطقه دي بس هي الوحيده اللي في ابرشيت البابا، وعارف كل صغيره وكبيره. وقال لي حاجات معينة. الحاجات ديت لما روحت بعد كده في الزيارة اللي جت فيها الصورة اللي جت على الشاشة من شوية، سألني عملت إيه في كذا، عملت إيه في كذا، عملت إيه في كذا. وكأنه يعني حافظ هو عايز إيه، وعايز الخادم بتاعه يعمل نفس الكلام. شخصية فريدة متفردة الحقيقة. أنا مش هقدر أقول أي حاجة أكتر من اللي قدسك قلته، لأن يعني حاجات تخلي الواحد جسمه يقشعر. وبقول يا بخت كل اللي كان له علاقة مع البابا شنودة. ومعرفش، أنا شايفاك لابس صليب حلو وماسك صليب حلو، اتسابونا ده صليب يعني يعتبر بسيط لكن معبر جدا وواضح أنه صليب. الحقيقة الصليب ده زي ما ده قلت لحضرتك قبل تسجيل الحلقة، الصليب ده انا خدته من ايدين سيدنا البابا. الحاجه الغريبه انه سيدنا البابا مرتين، مره انا طلبت من ايده هو صليب كان في ايده وكان حاطه قدامه واداهوني، بس ما جبت سيرته خالص الا بعد نياحته. المره الثانيه الصليب ده كان في جيبه، وفوجئت، دي كانت اخر مره اشوف في كليفلاند، لقيته راح مطلع الصليب ده وقال لي خد يا ابونا الصليب ده. هو متعادة الآباء كبير. من عادة سيدنا كبير. أن يدي لكل كاهن يجي أمريكا في استمينار الصليب. بس عشان الاستمينار اللي فات، وكأن البابا عارف أنه مش هيعمل استمينار اللي فات، كان فيه مشاكل في الجو فاتلغى، وأنا كنت هيبقى أول سيمينار أحضره. فلقيته قبل السيمينار ده راح مطلع الصليب بإحساسه واداني الصليب. قلت له أنا خدت واحد منه قبل كده. فقال لي لا خد ده كمان. طب احنا فاضل لنا فيو مينتس، معنا مكالمة ناخدها لمدة دقيقة علشان مش عايزين نسيب أي معلومة. اللي معنا على التليفون يتفضل دقيقة. ألو، أهلا بيك يا حبيبتي. ازيك يا دكتورة، ازي حضرتك؟ أنا ميري ملاك. أوه هاي يا ميري، أهلا يا حبيبتي. ازي حضرتك يا دكتورة؟ يعني أنا بجد مستمتعة جدا بكل كلمة بتتقال. اهلا بقصتك يا ابونا، مبارك قناه لوجوس، ويعني اهلا بقصتك، فعلا حلقه جميله جدا، وانا اتبسطت بكل كلمه اتقالت وكل خبره جميله سمعناها. انا الحقيقه بس يمكن عايزه اقول حاجه، ان قصه ابونا انطونيوس باقي المتنيح، يعني طبعا انا ما عاصرتوش، لكن يعني ما اكثر ما سمعت عنه من والدي، لان يعني هامد عمرو زقليق كانوا قريبين من بعض، ف يعني كان في علاقه حلوه بينهم. والحقيقة يا ما سمعنا كلام من بابا عن قدس أبونا أنطونيوس، والحقيقة مش قدس أبونا أنطونيوس بس، هي العيلة كلها عيلة مبروكة جدا. يعني معانا من بركتها دلوقتي أبونا يوحنا باقي في كنيسة ماري مرقص كليوباترا، وهنا الدكتور نبيل باقي، وادي أبونا أنطونيوس باقي الصغير بقى والتاني. فهي العيلة كلها عيلة مبروكة جدا،
ويعني كلهم احسن من بعض واحلى من بعض كمان. فبجد انا بشكركم جدا على كل حاجه اتقالت في الحلقه دي، لانها فعلا متعتنا جدا جدا. شكرك يا ميري، متشكره بنتي خالص. ميرسي خالص يا ميري، ختمت لنا بصوتك الحلو وتعليقاتك الحلوه في دقيقه وتسابونا. رغم انها انا مش هستحق خالص ان انا اقول، بس النقط اللي انت قلتها وتسابونا عن محبه سيدنا للاطفال كمثال المسيح، اهتمامه بكل فرد كمثال المسيح، المسيح اللي مشى 6 ساعات عشان يقابل السامرية وصعبت عليه أرملة نايين عشان يوقف ويقوم لها ابنها، دموعه اللي كانت بتنزل حتى بعد موت لعازر رغم انه عارف انه هو هيقومه، دموعه على أورشليم، كل صفات السيد المسيح بنلاقيها في قدسنا العظيم البابا شنودة. تقول لنا ليه وتختم لنا البرنامج وتسمونا ليه؟ لأنه هو حط قدام عينه الأبدية. ولما هو حط قدامه الأبدية مش ليه هو بس، ده الخلاص هو والخلاص الشعب المسؤول منه. وكأنه يقف قدام رب المجد يقول له زي ما السيد المسيح قال ها أنا والذين قد أعطيتني. إحنا لسه هنشوف حاجات كتير من سيدنا البابا. ليه؟ لأنه من الأول حط في ذهنه إزاي يخدم ربنا. والخدمة العميقة مش الخدمة الظاهرية. تالي عمر ما كان قداسة البابا يتوقع وهو نظير جيد لما هيدخل الدير هيبقى هو البابا شنودة صاحب التاريخ العظيم ده كله. لكن دي البداية الصغيرة بالأمانة اللي ربنا بيكملها ويعطي الإنسان على حسب جهاده وتعبه. ربنا يمتعنا بصلوات سيدنا ويشفع فينا قدام عرش مجد الله، ويخلينا نتعلم ولو قليل عشان نقدر نتقابل مع بعض في الأبدية وفي الفردوس. أحبائي، البابا شنودة الناس دلوقتي كلها بتحبه، حتى الناس اللي كانوا مش قادرين يعرفوا انه هو يحب. وبعد انتقاله للسماء شوارع مصر اتملت بكل الناس اللي عرفوه واللي ما عرفهمش، اللي بينتموا للكنيسة بتاعته واللي ما ينتموش. ودلوقتي نوره الذي لن يطفئ، نوره بيشيع في قلوب الكل. فرجائي ان كلنا سواء كنا مسيحيين بالولادة او اتولدنا غير مسيحيين، ننظر لإنسان واحد عرف الله المخلص، آمن واعتمد وخلص، وأخذ من هذا الإله المخلص المعونة وأصبح إيه، علشان ما نضيعش فرصة نياحة البابا شنودة كذكرى تاريخية، ولكن كلنا سواء مسيحيين أو غير مسيحيين نبحث من هو هذا الإنسان وإيه اللي عمله علشان يصل لهذه العظمة اللي حتبان في السنين اللي جاية وتبقى أعظم وأعظم في الأبدية وهنشوفها، ويتعلم منها ولا يترك هذه الفرصة للبحث عن الإله الحقيقي الذي عبده البابا شنودة بكل أمانة وتدقيق. بنشكركم وأشكر أبونا، أمتعتنا. وأكيد الحلقة دي اللي يحب يحتفظ بالدي في دي أو السي دي بتاعها، لأنها مدرسة ودرس ومحاضرة، يعني كورس كامل، يطلبها من قناة لوغوس. اللي بنطلب منكم برضو تعضدها لتستمر في خدمة مجد اسم الرب يسوع. نترككم بخير ونشوفكم في سلام وصلوات البابا شنودة المعظم. Logos TV.
أن نحضر كل إنسان كاملا في المسيح يسوع.